مساء الخير لحضراتكم جميعا، واهلا بيكم في الندوه الثالثه لينا اونلاين في الويبينار سيريز اللي بتعملها جمعيه خريجي سمار اميكال. وان شاء الله تبقى ندوه ناجحه زي الندوات اللي فاتت. طبعا احنا بادين الندوه بقوه شديده لان معانا ضيوف كبار بنفتخر ان هم من خريجين سمار واصدقائنا، وفخورين جدا ان هم موجودين معانا. ويمكن في اثناء الندوه كمان هينضم لينا منهم كذا حد هنرحب بيهم في وجودهم. عايز ابتدي بالترحيب بالمهندس عمرو ابو السعود. مهندس عمرو دفعه سمارك 83 وهندسه اسكندريه 88، وكان عضو فعال في الكشافه، وكان له اكتيفيتيز كتيره قوي في الرياضات البحريه والشراع، وهو دلوقتي بيشغل عده مناصب في اتحاد الرياضات المائية، وبيدير بيزنس قوي جدا في السياحة الشاطئية وفي الرياضات المائية في اسكندرية وفي عدة محافظات في مصر. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا يا دكتور، وأهلا بالجميع، وفرصة جميلة جدا اللقاء إن شاء الله، ومع الروح بتاعت المدرسة بتدينا كده إحساس جميل قوي. اهلا بحضرتك. برحب كمان بمستر كريم حلمي. مستر كريم جنرال مانجر اوف هيلتون الكسندرا كينجز رانش، فندق هيلتون كينجز رانش اسكندريه. مستر كريم خريج المدرسه، يمكن مش هتكلم عنه كتير، رامي بقى المفروض هيتكلم اكتر مني عن مستر كريم، صديقه ودفعته، بس احنا بنفتخر بوجود مستر كريم معانا في اسكندريه، وهو بيدير حاجه قويه في الفندقة والسياحة. وأهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك، وأنا بشكرك وبشكر الأميكال على استضافتي في الندوة دي، وبرحب بالسادة الضيوف، وأتمنى تكون ندوة مثمرة إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا بحضرتك. عايز أرحب بصديقي ودفعتي حازم إسلام. حازم سيلز مانجر في لوفت هانزا جروب، وأصدقاء سمارك ودفعة واحدة، وتملي كنا بنلجأ له في أي حاجة خاصة بالطيران والتذاكر والسفر، وما شاء الله من الخبرات الكبيرة اللي بنفتخر إن هم موجودين معانا في الخريجين. ويمكن ما فيش حد من الخريجين ما يعرفش مين حازم إسلام وما كلموش مرة يطلب منه حاجة ويساعده في حاجة. أهلا يا حازم ومنورنا. اهلا بيك يا احمد، ده شرف ليا والله ان اكون معاك، وانت عارف شرف ليا دايما ان اكون معاك ومع كل السماركان في اي مكان وفي اي وقت، تحت امركم في اي وقت. شكرا جدا جدا. عايز ارحب كمان بصديقي برج. مساء الخير ومنورنا. برج من الخريجين، مش عايز اقول كبير بقى، شباب، ولو باع كبير في الاغذيه والمشروبات والسياحه، وما شاء الله يعني اكثرنا وجودا في الغرف في المنشآت السياحيه والمنشآت الفندقيه في مصر كلها، وبيشغل مناصب كتيره في غرفه المنشآت السياحيه في اسكندريه وفي القاهره وفي جمعيه رجال الاعمال، وله خبرات كبيره قوي في المجتمع المدني وفي هيئه تنشيط السياحه، وناس من الفيري اكتيف، وبنفتخر وجودك معانا النهارده. اهلا بيك يا برج. ميرسي يا احمد، واهلا بيكم، واتشرفت ان انا اكون معاكم النهارده. بصراحه فرصه سعيده، وان شاء الله تبقى يعني ندوه ظريفه وخفيفه علينا كلنا. الله يخليك، الله يخليك. انا عايز ارحب بزمايلي بقى اللي موجودين معايا كده بالترتيب: استاذ رامي خياط رئيس الجمعيه، استاذ احمد الجندي الامين العام صديقنا العزيز، وليد منيسي وان اوف ذا جونيور سو كوميتي ممبرز معانا، وخبير في القصه بتاعت التوبيك بتاعنا النهارده، عشان كده احنا حابين انه يبقى موجود معانا. اهلا بيكو. احنا منتظرين هينضم لينا كمان مستر كريم حرازي، وان شاء الله مستر ايهاب موسى. سيب الكلمة للأستاذ رامي خياط يرحب بحضراتكم ويرحب بالضيوف ويبتدي تقديم الندوة بتاعتنا في البداية بتاعتها. اتفضل يا رامي. مساء الخير جميعا، ميرسي جدا دكتور أحمد الشال. الحقيقة فكرة الويبينارز دي اللي وراها أحمد الشال ومجموعة من الشباب النشيط اللي لقوا لنا حل سريع وفوري، إن إحنا نفضل على اتصال بخريجينا وبأعضاء الجمعية بطريقة مناسبة في الظروف اللي احنا مرينا بيها في الفترة الأخيرة. وصراحة الفكرة كانت في منتهى الجمال، وكل واحد كان قاعد محبوس في بيته، بالذات في الويبينارز اللي في الأول،
وكان محتاج يتثقف ويتسلى ويشوف زمايله ويسمع حاجة مفيدة. والحقيقة الويبينارز كانت جميلة جدا ومفيدة قوي. زي ما أحمد قال عملنا ويبينار عن الكورونا ومن الناحية الطبية وظروف الكورونا من الناحية الاقتصادية، والحقيقة كانوا ناجحين جدا. ودلوقتي هنتكلم على الكورونا من ناحية الحقيقة الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة أنا هتطرق له واتكلم فيه باستفاضة، لكن أحب قبل ما أدخل في الموضوع أتكلم عن الأميكال في كلمتين، وأنا شايف أنه ده دوري وحاول أن أنا أوضح في كلمتين سرعة جدا دور الأميكال في الحياة في اسكندرية بشكل عام. زي ما أنتوا عارفين الأميكال له ثلاث أهداف. الهدف الأولاني هو أهم هدف، هو خدمة الخريجين، ودايما بنقول خدمة الخريجين مش خدمة الأعضاء، لأنه الأعضاء والخريجين للأميكال في الأميكال هم بالنسبة لنا جهة واحدة، عمرنا ما بنفرق ما بين عضو جمعية وخريج. يمكن ده سلاح ذو حدين، لأنه مش بنزق الخريجين يبقوا أعضاء في الأميكال، ده بيجي لوحده، ولكن أي خدمة بنقدمها لمجمل الخريجين بشكل عام. خدمة الخريجين بكل الطرق الممكنة، بأي أفكار متاحة، أي شيء يحتاجه الخريج من أي نوع إحنا مستعدين إن إحنا نفكر فيه، ولو في أي مشروع أي خريج بيفكر فيه إحنا ممكن نعمله ونفكر فيه جدياً وننجح فيه. وعندنا حاجات كتيرة كأنشطة مش وقت أتكلم فيها دلوقتي، ولكن ده جزء من الخدمة اللي بتقدمه الأميكال، خدمة الخريجين ده أهم حاجة. تاني خدمة خدمة سمارك. خدمة سمارك مفيش منشأة بتكمل وتستمر غير لما بيكون وراها ناس غير الناس اللي جواها بيشتغلوا فيها. يعني احنا انتمائنا لسمارك ده من الحاجات اللي كلنا عايشينها وعشناها، وانا شايف مجموعة الناس اللي معايا النهاردة قضوا في سمارك سنين عمرهم كطلبة، وعلاقتهم بسمارك ما كانتش علاقة حقيقية جسدية تواجدية جغرافيا، فهي علاقة عاطفية جدا، وانا عارف كل واحد فيهم علاقته ايه بسمارك. الحاجة الثالثة اللي بنحاول نعملها خدمة مدينة اسكندرية، ان احنا بنحاول لما يكون عندنا فرصة في اي موضوع يخص الاسكندرانية، بما ان احنا من اسكندرية ومدرستنا جوه اسكندرية، بنحاول ان احنا نخدم المجتمع المدني اللي جوه اسكندرية، واي احتياج بيبقى لينا فرصة نساعد فيه او نشارك فيه ما بنتأخرش. فده مقدمة بسيطة للي احنا بنعمله في الأميكال. مش هقول على الأنشطة اللي بنعملها انكم عارفينها، وعلى رأسها حملة التبرع بالدم، واحنا شركة مع بنك الدم بقالنا دلوقتي مدة طويلة جدا من الثمانينات، وعلى فكرة احنا السنة دي ان شاء الله هنحتفل ب 25 سنة على انشاء الأميكال من الثمانينات واحنا موجودين، واجيال بتسلم بعض، والأميكال بيجتهد دايما ان هو يكون الجهة الرسمية اللي بتجمع خريجين سمارك في مصر وكمان في العالم. كفاية كلام على الأميكال، عايز أرحب أنا بقى بدوري بالضيوف. وبصراحة زي ما كنت بقول لعمرو أبو السعود قبل ما نبتدي، كنت بقول له أنا حاسس إن إحنا قاعدين إيه في قاعدة لطيفة كده في السيركل أو في الأميكال أو في سمارك على السلالم الرخام، لأنه تجميع الخريجين زمان كنا بنتجمع حوالين اجتماع كشافة أو اجتماع كورفايان أو بنلعب باسكت، النهاردة بنتجمع حوالين حياتنا ومشاغلنا، ودي أحلى حاجة في الخريجين إنهم دايماً بيلاقوا أسباب يتجمعوا حوالين أي موضوع بيجمعهم مهما كان الموضوع، ودي حاجة رائعة في خريجين سمارك. النهاردة عندنا نخبة مش هرحب تاني، بس أنا عايز أقول إنه مرسي جداً إنكم معانا، ومرسي جدا على مشاركتكم. وعمرو ابو السعود، بيرج توماسيان، حازم اسلام، ان شاء الله ايهاب موسى يكون معانا. الو، سامعينك يا مسرور. اني ان شاء الله ايهاب موسى يكون معانا قريب، كريم حرازي، وكريم حلمي طبعا زي ما احمد الشال قال، كريم صاحبي ودفعتي، واحنا اصحاب من ايام السكتش بتاع لولو الانيو على المسرح واحنا في ابتدائي.
فالحقيقة أهلا بيكو، برحب طبعا بأحمد الشال وبشكره على مجهوده، أحمد الجندي كذلك، ووليد المنيسي. أنا مش شايف بقى جونيور بقى، مش جونيور ولا حاجة يعني، الراجل تمام التمام أهو زي الفل. والأجيال اللي جاية اللي هي بتساعدنا في نجاح أنشطتنا في سان مارك وفي الأميكال طبعا. نخش في الموضوع ونبدأ. أنا عملت مقدمة طويلة، سامحوني لو طولت. النخبة اللي معايا النهاردة كل واحد فيهم في مجاله اللي هو مرتبط بالسياحة من بطريقة مباشرة، إن كانت سياحة داخلية سياحة خارجية إلى آخره، اتأثر أكيد بطريقة مباشرة من أزمة الكورونا. والحقيقة لما احنا كنا بنفكر وبنفكر بصوت عالي نعمل حاجة عن السياحة، ناس كتير قالوا لنا يعني سياحة إيه يا عم، احنا في إيه ولا في إيه، ما تكلمونا في حاجة أفيد وأهم. لكن دي كانت أول جملة. إنما الجملة التانية، لما الناس بتفكر القطاع ده من أهم القطاعات اللي بتدور الاقتصاد المصري بشكل يعني مباشر، من ناحية الفندقة ومن ناحية المطاعم ومن ناحية الضيافة ومن ناحية كل ما له علاقة بالسياحة، فاتح بيوت كتير جدا جدا وبيصب مباشرة في الاقتصاد. النهاردة عايز أسأل كل ضيف من ضيوفي بالدور أو واحد وراء التاني، وإزاي البانديمي دي، مشكلة الكورونا أثرت عليه. وأظن إن إحنا طبعا من ساعة الكورونا دي ما ابتدت وإحنا تعلمنا نفكر مش بس برا الصندوق، نفكر في صناديق مختلفة. يعني أكيد بقينا بنشوف الأمور مش زي أول يوم. يعني لو إحنا كنا في مارس بنشوف الحياة بطريقة، النهاردة وإحنا في أكتوبر مؤكد إن إحنا ابتدينا نتحور ونتأقلم على الموضوع الكورونا ده بشكل لطيف، لأن الحياة لازم تستمر والاقتصاد لازم يدور، حتى لو حيدور أقل وده طبيعي من النمط المعتاد، إنما الحياة لازم تستمر حتى لو كانت أقل جودة من الأول، ولكن على أمل إنه يا نتعود ونتأقلم يا الأمور تتحسن يا الاتنين في نفس الوقت. فتأثير أزمة الكورونا في المجال السياحي الذي تعمل به والمنظومة التي تديرها، وإيه اللي حصل؟ يعني عايز كل واحد فينا كده، كل واحد في الضيوف بالترتيب، وطبعا أحمد الشال هو اللي حيوجهنا ويدعو الضيوف بالدور، يحكوا لنا تأثروا إزاي من ساعة ما الكورونا كانت عبارة عن شك وبعدين ابتدت تبقى واقع إحنا عايشينه، اتأثرنا إزاي. شكرا، وحسيب إدارة الجلسة دي لأحمد، واتفضل كده ضيوفنا الأعزاء. نبتدي بالترتيب يعني زي ما انتوا عايزين، نبتدي بعمر أبو سعود. باشمهندس عمر، يا ريت لو نبدأ بيك تحكي لنا كده الكورونا عملت فيك إيه. هي كورونا في كلنا طبعا في حاجات طبعا سلبيات كتير جدا وفي ايجابيات، زي ما كل الناس بتحاول تاخد الجود سايد بتاعت الحاجات اللي حصلت من تواجد الوباء بتاع الكورونا. لكن خلينا في الجزء بتاع السلبيات. انا من الحاجات اللي هي الخطيره في موضوع كورونا ان احنا ما بنبقاش عارفين هو هيحصل ايه بكره. يعني احنا حتى الشعور ده عندنا دلوقتي، احنا مش عارفين، سامعين ان اوروبا بترجع تقفل تاني، فاحنا يعني قلقانين هو هيحصل ايه بكره. هل الناس زي ما حصل في مارس الشغل ابتدى يقف وكل حاجه ابتدت تقف، وابتدينا نفضل ملتزمين بارتباطنا مع الموظفين بتوعنا لفترات كبيره جدا ما فيهاش دخل وفيها التزام، فيعني بيبقى في قلق هنعمل ايه قدام. هي دي متهيألي اكتر حاجه كانت بتاثر، يعني التاثير مش بس على الارض لكن المعنوي، يعني بيبقى ان الواحد بيبقى مشتت في التفكير هيبتدي يحل ازاي. انما في بنتكلم فيها فيما بعد، وطبعا عايز اسيب لان غالبا كلنا بنشترك في نفس
المشاكل اللي حصلت في كورونا، فعشان ما نبقاش بنكرر نفس الحاجات. فأكيد في الطيران، في السياحة، في المطاعم، في حاجات كتيرة طبعا، في الفنادق. فكل واحد هيقول بقى من الجزء بتاعه. من جزء الأنشطة البحرية طبعا، احنا حتة الشواطئ خدت سمعة، يعني الواحد توقع من كتر ما موضوع الشواطئ ده كان، والحتة الأوبن إير كانت عليها ريستريكشن عالي جدا. فيعني جالنا كده انطباع ان الكورونا بتنتشر في الاماكن دي اكتر، يعني الشواطئ فضلت مقفوله. مش بتكلم على مصر بس، احنا بنتكلم في العالم كله. نفس البوليسي اللي واخدينها هي اللي ماشيه في البلاد كلها، يقفل الشواطئ، يقفل المراين بتاعت اليخوت، مفيش اي خروج للمراكب، يعني كل الريستريكشنز واحده في الدنيا كلها. مش يعني ما هياش ابتكارات مصريه، ولكن هي غالبا اتجاهات بياخدوها احترازيه بس. يعني هي شويه بالنسبه لي ما بتبقاش مفهومه قوي، ولكن احنا طبعا اتاثرنا بيها جدا جدا جدا، ونتمنى ان احنا ما نخشش فيها تاني في الفتره اللي جايه. عمرو، اسمح لي أسألك سؤال مباشر. أنت شخصيا بخبرتك في كل ما هو رياضات بحرية، كل ما له علاقة بالشواطئ، أنت مع الفكرة دي أنه فعلا في ريسك أكبر أو ريسك أقل، أو أنه تنتقل العدوى أو تنتقل الكورونا فعلا عن طريق الشواطئ؟ يعني أنا لو تسألي السؤال ده مباشرة أقول لك لا، إنما أنت ابن المهنة وعارفها أحسن. هل يعني فعلا في خطر غير معتاد مثلا؟ انا في رايي ده، انا في رايي الشخصي انه اقل، انما انت انا نورت. بتفق معاك تماما ان هو اقل، سواء في الشواطئ بشكل عام على الناس اللي بتقعد على الشط، لان هم قاعدين في الهواء الطلق قدام البحر وبينزلوا في الميه مالحه، احنا البحر عندنا يعني ميه يعني. فموضوع الشواطئ ده طبعا لا تنتشر فيه. بالنسبه للانشطه البحريه نفسها، فالأنشطة البحرية أو الرياضات البحرية بشكل عام اللي بتمارس كلها تعتبر غير تلامسية، يعني الناس بعيد عن بعض اوريدي، يعني السوشيال ديستانس بين الناس أصلاً بتتواجد في الألعاب. يعني أغلبها بيبقى فردي، وأغلبها بيبقى كل واحد في حتة. يعني لو بيلعب ألواح شرعية، بيلعب كايت، بينزل دايفينج، كل الحاجات دي يعني مفيش، يعني ما هياش حاجات فيها احتكاك او تلامس متواصل بين الممارسين. فطبعا اتفق معاك جدا انه البحر والشواطئ والانشطه البحريه هي تعتبر من اقل حاجه فيها ريسك انك تصاب باي وباء، ومنهم طبعا الكورونا. يعني انت حاسس فعلا انه كل ما له علاقه بالبحر، ان كان تواجد على الشاطئ أو ممارسة أي أنشطة على الرملة أو على الشاطئ، والأنشطة البحرية إن كانت فوق البحر أو تحت البحر، اتظلمت في إطار الإجراءات الاحترازية العامة. ناس كتير شايفين كده، وطبعاً أنا منهم يعني. طبعاً. إنما على ما أقدر ألخص من كلامك إنه أهم شيء حصل في النشاط أو في النشاط الاقتصادي اللي أنت شايفه، هو استمرار الالتزام بالمصروف كل ما هو مصروف، رغم طبعاً الإيرادات القليلة بسبب الكورونا. يعني الالتزام بالوظائف، الإيجارات، المصروفات الثابتة اللي هي ما فيش أي مفر منها لاستمرار المنشأة، وللأسف الإيرادات. بنقدر نتكلم في كام في المية انخفاض في الإيرادات بشكل عام من مارس لأكتوبر بشكل عام كإيرادات بشكل عام، مش شرط يكون رقم دقيق. يعني لو بنتكلم كنسبة فهو أكيد نزل. لو بنتكلم على الأفريج بتاع السنة كلها، فإحنا نزل تحت 50%. يعني ده بدون ما نرجع للحسابات، يعني ما كانش اكتر، لانه الناس اللي يعني حتى بعد الفتح احنا كنا متخيلين ان الناس يعني ايه هتخرج بقى، خلاص الدنيا فتحت. فاتضح لنا انه الناس ما كانتش بتخرج وقت الحظر، فضلت ما تخرجش بعد الفتح.
والناس اللي كانت بتخرج قبليها عشان الشغل وطبيعة العمل وكده هي اللي كانت بتخرج. يعني في الفترة الأولانية بعد الفتح على طول الأعداد ما زادتش، يمكن يأكد الموضوع ده أنا ما أعرفش أو يختلفوا فيه، مش عارف المطاعم أكتر والفنادق حقيقي. أنا لاحظته في فندق عشان إحنا لينا فيه شغل العالمين، فلما حتى اتفتح فهم فاتحين بنسبة 25% وبعديها على طول 50%، ما كانتش بتتملي في الويك دايز، رغم ان فندق العالمين مشهور عنه ان هو كومبلي من اول يوم في الصيف او من قبل ما الصيف يبتدي بشوية لغاية اخر يوم كومبلي على طول في ال 100%، فلما ال 50% ما بتتمليش في الويك دايز، فطبعا ده علامة يعني تدل انه فعلا الناس كانت خايفة. فطبعا العامل والاعلام وكل الميديا بتتكلم في موضوع، طبعا لازم الناس تقلق. ما بقولش الناس المفروض انها ما تقلقش، ولكن يعني هو خلاص لازم نتعايش بقى في الموضوع عشان نقدر نستمر. طيب عمرو، تحب تضيف اي حاجة تاني قبل ما نمر على زميل اخر من الزملاء؟ لا انا عشان ما اخدش الوقت كله يعني، ولو في اي حاجة تانية فيما بعد نضيف ان شاء الله. طيب هننتقل لصديقنا برج توماسيان، والحقيقة برج ممكن يكلمنا. أمي عايز أستأذنك نرحب كريم الحرازي انضم معانا، وأهلا بيك كريم ومنورنا، ودايما كده مبسوطين بوجودك معانا. بالمساء أحمد، و thank you so much to invite me للكوكبة اللي موجودة دي كلها. وريلي أمي thank you so much على الأميكال والكتيفيتيز اللي بتعملها بمصر، يعني اهلا وي ابريشيت لوك بيبي. مسي حبيبي، مسي مسي، وجود لك ان شاء الله. ثانك يو. الله اتفضل يا رامي. طيب دلوقتي هننتقل لبرج توماسيان، والحقيقه برج ممكن يكلمنا عن نشاطه هو والانشطه اللي هو بيهتم بيها بسبب وجوده في الغرفه. ونفس السؤال هساله لبرج، انت تأثرت ازاي والناس اللي انت بتمثلها في الغرفة تأثروا ازاي من الناحية الاقتصادية ومن كل النواحي من ساعة الكورونا ما ابتدت في شهر مارس لغاية النهاردة، والتطور ماشي ازاي؟ يعني ايه اشكال الضرر وطريقة التفكير في الضرر ده وتأثرنا ازاي؟ اتفضل يا برش. اولا هو ازمه الكورونا دي لما ابتدت في مارس كان اثرت على محورين اساسيين، يعني العامل والموظف اللي في الشركه والشركات اللي اصحاب المنشات والمطاعم. الفكره احنا عندنا بالنسبه للعامل الموظف احنا بنعتمد عليه بشكل كلي، لان هو ده البلاي ميكر بتاع الشركه بتاع الاوبريشن، فده طبعا اتاثر بطريقه رهيبه لانه هو مش التزامنا المالي تجاهه من السالري كان كفايه، لانه بيعتمد في الشغل بتاعه على الخدمه والتبس اللي بيحققها نتيجه التشغيل، فطبعا ده ما كانش متحقق، فده اثر عليه تاثير جامد جدا. فكان التزامنا كشركات تجاه العماله بتاعتنا بالمرتب، وان كان في بعض الشركات ما كانتش بتطلع الفول سالري لان كان في غلق تام ليها، فكان اوريدي اللي بيطلع 100% من المرتب برضه ما كانش بيوفي مع الموظف، ودي عملت ازمه كبيره قوي في العماله عندنا. الجزء الاولاني ان احنا قفلنا تقريبا 3 شهور لغايه ما رجعنا نفتح 27/6، كان في غلق تام لبعض المنشات، وكان في غلق جزئي لمنشات ثانيه دي اللي كانت بتقدم خدمه التيك اواي او الدليفري، وده كان كونسبت مش كل الناس معتمده عليه. يعني انا واحد من الناس، عندي مالتي براندز، فكان في براندز عندي ما بتشتغلش فكره التيك اواي او الدليفري، ما كانتش في الكونسبت بتاعنا، فده كان حصل لي فيها مشكله. يعني كنت عامل اغلاق كامل ووقف نشاط بالتأمين لمده 3 شهور. لما رجعنا بقى كلنا في 27/6 وابتدينا نشتغل باجراءات احترازيه بنسبه تشغيل 25%، وبعدين وصلنا زي دلوقتي ب 50%. زي ما عمرو يمكن اتفضل من شويه وقال، يعني كنا متوقعين ان الكاستمر بيهيفير هيبقى مختلف عن كده، كنا متوقعين ان الناس يعني تجري وتطلع على الاماكن وعلى المطاعم وتبتدي يعني تعوض الفتره الحبسه اللي حصلت لها ال3 شهور اللي كانوا قاعدين فيهم في الاول يعني، ولكن ده ما حصلش. الناس برضو يعني كان في نوعين، كان في ناس
تعتبر كونسرفاتيف، وقالت لا انا مش هعرض نفسي للمخالطه وللتواجد في وسط مجاميع كتيره في اماكن مغلقه. وكان في ناس تانية عندها مشاكل ماليه وعندها قلق اقتصادي ان انا مش عارف ايه اللي هيحصل تاني. فاحنا بطبيعه شغل السياحه دي يعني بعتبرها حاجه خدميه، يعني انت مش مضطر ان انت تخرج تاكل في المطعم او تاخد اسرتك في الويك اند وتخرج او تطلب دليفري، مش اتس نوت ماست يعني. فطبعا احنا اتاثرنا جامد في الفتره اللي غلقوا، وتاثرنا اكتر لما جينا نفتح. اللي الناس ما تعرفوش ان يمكن احنا كاصحاب مطاعم وكافيهات في فتره الغلق كانت ارحم لينا من الفتح، وده يعني يمكن في ناس بتستغرب لما بقوله وبيقولوا ان انا ببالغ. لا بالعكس، احنا ما كناش بنبالغ، لان حضراتكم كده وتخيلتم بسرعه ان انا لما بقفل المطعم فاكيد المركز التجاري او المول او صاحب العماره اللي مأجر عنده المطعم ما بياخدش مني ايجار، ولو حاول ان هو يتجه ان هو يعمل لي مشكله او يعمل لي قضيه او محضر لعدم دفع الايجار، فطبعا انا كنت غالق بايه؟ بقرار رئيس مجلس الوزراء يعني الدوله، فمفيش اي حد في الدنيا هيمكنه ان هو ياخد ايجار. فكان ساعتها بنلجا للتفاوض لان هو يبقى حاجه نسبيه عشان نعدي الازمه مع بعض. لكن وانس اللي قالوا نبتدي نفتح بنسبه 25%، فكل اصحاب الاماكن ابتدت تفعل ايجار مره ثانيه، فده حط علينا لود مالي كان كبير جدا في الفتره دي، وما كانش بيقابله اشغال يعني حتى 25% او 50% زي دلوقتي، ده ما بيوفيش ان احنا نقدر نورد الاجره بالكامل. ده مش بس كده، ده كمان ان الجهات كلها زي الكهرباء والميه والتامينات الاجتماعيه ما سكتتش، اعتبرت ان احنا يوم الافتتاح ده هو عوده النشاط بكفاءه 100%. فلما نيجي نشوف النهارده الكلام ده كله نزيد عليه كمان بالسبلايرز، لان طبعا احنا كان كلنا شغالين وجينا مره واحده حصل لنا كات، فطبعا كان في سبلايرز ساكتين لانه ما عندوش حاجه يقولها، يعني هيعمل ايه يعني كلنا قافلين. فاول ما فتحنا اعتبر ان انا خلاص من دي 1 بلم فلوس ولازم اسدد اللي عليا. فاللي انا عايز اقوله ان الفتح في خلال الثلاث شهور اللي هم من 27/6 لغايه النهارده او الاربع شهور دول ما كانوش احسن حاجه بالنسبه لي بصفه شخصيه، وبالنسبه لزمايلي والاعضاء الغرفه عندنا لما بتواصل معاهم انتوا عاملين ايه، لانه فتح عليهم ابواب كثيره كانت مقفوله والتزامات ماليه كانت مؤجله، فاضطر ان هي تبقى ديو ديت بتاعها دلوقتي انها تدفع. فهي دي المشكله اللي احنا واجهناها. ويمكن واضح برضو اكتر في البيزنس بتاعنا ان السمول كومبانيز والمطاعم الصغيره انهارت وشبه افلست. عندنا مجموعه كثيره جدا من المطاعم في اسكندريه قفلت، عارفينها كويس قوي يعني. وانا اعتقد ان في الربع الاولاني من 2021 الشركات الكبيره هيبقى فيها مفاجات كتيره لما تيجي تقفل السنه، لانه برضو بحكم تواصلنا مع الشركات الاسامي الكبيره احنا عارفين ان في ناس بتمشي كتير قوي من جوه من الناس الاساسيه يعني بيستغنوا عنهم كنوع من كوست ريدكشن. فاحنا في مشكله كمطاعم ومشكله ما زالت قايمه يعني. بس ده يعني ده اللي حابب اوضحه كله في المجال بتاعنا. هي يا برج انت لمست نقطه يعني غير المتخصص ما يتخيلهاش يعني، ودي حاجه مهمه جدا. ولو واحد مش ابن المهنه او ابن المجال ما يفكرش فيها وما تخطرش على باله انه كون الفتح ده ضرر يمكن اكبر من القفل. وطبعا انت عندك مرافق، انت عندك مثلا حاجه زي الكهرباء، انت كده كده بتنور المكان وبتشغل تكييفاتك وبتقوم معداتك وبتبقى ستاند باي لاي عميل يدخل. فالنهارده مع زياده كمان الكهرباء في شهر 7 دي كانت يعني حاجه غريبه جدا على القطاع، ان هو يعني نزود عليه كمان اعباء المرافق في ظل هو اصلا مش قادر. فيعني فتحملنا بقى من غاز وكهرباء وزي ما بقول لحضراتكم تامينات وموظف لازم تقبضه فول بيمنت، يعني كنا وصلنا في بعض الاوقات حتى فوضنا مع موظفينا اللي هم في الغالب اغلبيتهم شافوا يعني حاجات مؤقته ان هو نديهم نسبه من المبالغ. لا النهارده في فول بيمنت بتدفعه وبتدفع كل حاجه على 100%. فطبعا دي يعني مش حاجه كويسه يعني. احنا لو يسالوني كان افضل ان افضل قافل لغايه دلوقتي، لان برضه شيء بشيء يذكر مش هيفتكرونا في التاريخ كمان سنتين لما نيجي نتفحص في الضرايب ان احنا ما كناش شغالين او كان الشغل 25%، هيقول لك انت فتحت. فكان افضل لنا ان احنا نبقى متوقفين في النشاط عشان ما نوقعش في الوقعه اللي هنقابلها بعد كده، الناس هتنسى
زي ما بيحصل اي حاجه بعد ان شاء الله نعدي المحنه اللي احنا فيها، هيقول لك لا انت فتحت يعني انت شغال، يبقى انت عندك ارباح، يبقى انت هتدفع كذا وكذا وكذا. فايه دي مشكله رهيبه. احنا متعودين للاسف على النظام ده، انه ساعه الفتح الناس بتفترض ان احنا الناس شغاله بفول كاباسيتي. يعني عشان الخص في كلمتين التاثير السلبي والنقطه المهمه اللي انت لمستها، اللي هي ان الفتح كمان ما كانش هو الحل فعلا من ناحيه الميزانيات، من ناحيه المدخلات والمخرجات، انه حتى لما فتحنا كان المخرجات اكتر من المدخلات، فالنتيجه ان احنا بنحقق خساره، رغم ان احنا في فتره لما كنا قافلين كنا بنوفر جامد في المصروفات، او كان في رحمه ناحيه الناس اللي عايزين مننا فلوس، من موردين لمؤجرين لاصحاب اماكن لجهات سياديه. ف ميرسي يا برج على التوضيح. واقول لك ايه، للاسف يعني احنا قلبنا مع المنشآت دي، لانه كمان حتى مع المجهود اللي بيتبذل الموظف عايش على النشاط، كل ما النشاط زاد كل ما الموظف او كل ما المتر او كل ما الجرسون او اللي بيقدم بيعيش احسن. يعني المنشأة بتبذل مجهود وبتدي له جزء كبير من مرتبه او حتى نسبة معقولة من مرتبه، ورغم كده هو مش سعيد. يعني ما فيش حد مرتاح، ولا الموظف قادر يعيش ولا المنشأة قادرة تتحرك. لا، رسالة وصلت واضحة. مرسي بيرج. وننتقل لعالم الطيران مع حازم إسلام. حازم معايا؟ حازم معاك يا رامي. عارف تطير ولا مش عارف تطير من مارس؟ احكي لنا ايه اللي بيحصل، والدنيا قفلت رسمي والطيران عنده مشاكل، ولغاية النهاردة الدنيا مش مظبوطة. احكي لنا الدنيا ابتدت ازاي من مارس لغاية يومنا هذا، والتطور بتاع الطيران اللي هو جزء كبير من اساسيات السياحة ماشي ازاي؟ تفضل. والله يا رامي، الطيران ليس بافضل حال من الفنادق ومن المطاعم ومن الانشطة المائية اللي عمرو اتكلم عليها، بل بالعكس ممكن يكون اسوأ منهم للأسف. أنا لو حابب أن أنا أحطكم بس في الصورة، القطاع الطيران اتأثر إزاي في أزمة كورونا، هقول لك مجرد بس أرقام بسيطة، مش هخوض في أرقام كتير، أرقام صادرة من منظمة الآياتا. الآياتا اللي هي اختصار International Air Transportation Association، اللي هو الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اللي بيخضع تحتيه أكتر من 290 شركة طيران، يعتبروا 82% من إجمالي عدد شركات الطيران في العالم، وبيخضع تحتيه حوالي أكتر من 100,000 شركة سياحة على مستوى العالم. فده يعتبر التنظيم أو الجهة المسؤولة عن أكتر جهة مسؤولة عن الطيران، وبتصدر أرقام دورية كل سنة أو كل فصل أو كل شهر يعني أو كل فترة. الأرقام اللي أنا هقولها لك دي صادرة رسمياً من الآياتا بخصوص الكوارتر الثاني بتاع 2020، اللي هو إبريل ومايو ويونيو. ليه هقول لك الكوارتر الثاني بالذات؟ عشان هو ده الكوارتر أكتر كوارتر اتأثر في مجال الطيران الدولي. معظم المطارات كانت مقفولة، كنا تقريباً معظم شركات الطيران went to a complete lockdown، ما كانش فيه غير عدد شركات طيران بسيطة لوجهات بسيطة هي اللي كانت بتطير. الآياتا قالت إيه؟ قالت إن في الكوارتر الثاني دوت الريفينيو بتاع الباسنجر ريفينيو، اللي هو إحنا الباسنجر ريفينيو اللي هو الإيرادات بتاعة تذاكر الطيران وكل ما يخص الركاب، اللي هو ميلي معظمها بتبقى تذاكر الطيران ومبيعات الطيران، الكوارتر دوت حصل دروب في الريفينيو بتاعه 80% versus الكوارتر الثاني بتاع 2019. فلك أن تتصور أن 80% دي أثرت إزاي على شركات الطيران. البرايت سايد بس الوحيد أو الحاجة الإيجابية الوحيدة كانت في الكوارتر الثاني حصلت الكارجو. الكارجو زاد بنسبة 17% في الوقت دوت، ومعظم شركات الطيران كانت بتشغل الطيارات بتاعتها كارجو. حركة الكارجو عالميا زادت جدا، وفي مصر كمان زادت جدا، ودي كانت حاجة كويسة وإيجابية حصلت في صبت في الاقتصاد الطيران وعوضت شوية الخسائر بتاعت شركات الطيران.
لكن للأسف الكارجو ما بيتمس ما مش بيمثل غير 17% من الإجمالي الدخل بتاع الطيران على مستوى العالم. فمهما كان قطاع الكارجو زاد بنسبة 17% فهو ستيل بيمثل 17% شير، فما تقدرش تعمل كومبنسيشن للدروب اللي حصل بتاع 80% للمبيعات الركاب. طبعا في ناس ممكن تتصور ان الكوست او المصاريف بتاعت شركات الطيران الفترة دي قلت عشان معظم الطيارات كانت grounded، ما كانت يعني كانت على الأرض. دايما الاكسبنسز بتزيد لما تبقى الطيارات في الجو، من حيث الفيول، من حيث الكرو كوست، من حيث الكابين كرو، من حيث السيرفيسز، من حيث الميلز، الكيترينج، الحاجات دي كلها طول ما الطيارات على الأرض. فبالتالي أكيد المصاريف ديت ما بتبقاش زي ما الطيارات بتبقى في الجو. لكن للأسف في مصاريف تانية كتير running expenses ما كانش ينفع شركات الطيران إنها توقفها. في عقود موجودة running expenses على طول، في العامل البشري الموظف نفسه بتاع شركات الطيران، كل موظفين شركات الطيران دولت موظفين بياخدوا مرتبات سواء الطيارات على الأرض أو في الجو. فقصة المصاريف اللي قلت، المصاريف برضو الآياتة طلعت رقم معين قالت إن مصاريف الأفريج بتاع المصاريف شركات الطيران على مستوى العالم قلت بنسبة 48%. فكمبيرنج لل 80% بتاعت الباسنجر ريفينيو دي ما قدرتش تعوض اللوس أو الخسارة بتاعت شركات الطيران. دي الأرقام البسيطة اللي أنا مش عايز بس أكتر فيها عشان ما توهش الناس اللي بتسمع. لو أنا حاولت بس أو ابتديت أحكي لك يعني زي open discussion كده، أحكي لك إيه اللي حصل بالضبط من أول شهر مارس زي ما أنت سألت، ابتداء من مارس إيه اللي حصل. للأسف حصل حاجة جديدة جدا علينا، يعني عمرنا ما قابلنا الموضوع ده، اللي هو إيه؟ إحنا قطاع الطيران عادة من القطاعات الحساسة جدا في الاقتصاد، فأي incident بتحصل أو أي crisis بيحصل على مستوى العالم بيأثر أكيد على قطاع الطيران. لكن عادة شركات الطيران، الكيانات الكبيرة في شركات الطيران اللي هو بنقول عليه يعني البيك فات كاريرز، يعني الشركات الكيانات الكبيرة دي ما بتتأثرش عادة من الكرايزيس اللي بتحصل من وقت للتاني، زي مثلا موضوع إعصار حصل في جهة معينة، زي اضطرابات سياسية حصلت في جهة معينة، أي حاجة أي كرايزيس تيجي على دماغك بتحصل ممكن تأثر على شركات الطيران الصغيرة مش الكبيرة. الكيانات الكبيرة بتاخد الطيارات بتاعتها اللي بتروح الديستينيشن ديت وبتعمل لها ريبليسمنت، بتاخدها من الديستينيشن دي بتحطها في ديستينيشن تانية، وكده كده الطيارات بتطير ما بتوقفش، بالعكس بيقدروا يكسبوا من وراها رغم ان الطيارات تكون وقفت لفترة معينة لغاية لما ترجع تاني الامور باك تو نورمال ويرجعوا تاني يطيروا لنفس الديستينيشن من غير اي مشاكل. اللي كان بيتأثر من الموضوع ده دايما الشركات الصغيرة اللي بنسميهم الشركات الريجنال كاريرز او اللو كوست كاريرز. الشركات دي بمجرد ما يحصل اي انسيدنت على مستوى العالم هم بيكونوا اول شركات بتتاثر ماديا جدا، وبيكون خساره بتاعتهم كبيره جدا. اللي حصل بقى يا رامي في موضوع كورونا ده حصل العكس تماما. الشركات الكبيره الكيانات الكبيره في شركات الطيران هي اكتر شركات اتاثرت بطريقه هائله كبيره جدا، والعكس صحيح ان الشركات الطيران الريجنال او اللوكوس كارير ما تأثرتش. ليه؟ عشان المسمى دلوقتي بتاعنا بقى الكوست ريدكشن. كلمة كوست ريدكشن ده بقى كي وورد اللي هو الجيم شينجر بتاعنا، بمعنى ان شركة الطيران اللي تقدر توفق اوضاعها وتقلل مصاريفها هي اللي هتقدر تكمل وتنافس وتفضل في المجال. والشركات اللي المصاريف بتاعتها عالية وكبيرة وما تقدرش تقللها غير لليمت معين هي اللي هتتضر، وهي اللي ممكن تفلس، وهي اللي ممكن تقفل. عشان زي ما كنت لسه بحكي لك المصروف بتاعها او المصاريف بتاعتها كبيره جدا وضخمه جدا، وعدد الموظفين بتوعها عدد هائل من الموظفين، ما ينفعش ان هم يقدروا يكملوا بنفس العدد لنفس الديستنيشن بنفس الكيان بنفس الطريقه. فالشركات الطيران كلها، ما اعرفش اكيد كلكم سمعتوا ان شركات الطيران كلها الكبيرة اتجهت للمعونة الحكومية. ما فيش شركة طيران كبيرة
ما اتجهتش للمعونة الحكومية عشان هي دي الجهة الوحيدة اللي قدرت تساعد وتساند ماليا أو ماديا شركات الطيران، وخصوصا الشركات اللي هي الناشونال كاريرز، شركة الطيران اللي بتمثل دولة. الحكومة طبعا أو الحكومات أكيد بتبقى لها حماية معينة ولها غرض إن الشركات الطيران اللي هي الناشونال كاريرز بتوعها ما تقعش. فكل كل الدول الكبيرة اتجهت للمعونة أو الإعانة المادية لشركات الطيران. يعني دي حاجة مش سر طبعا، أنا يعني أنا كلوفتهانزا جروب اللي هي لوفتهانزا أوسن وسويس ويورو وينجز وبراسلز، الشركات دي أخذت إجمالي معونات مادية حوالي 9 مليار يورو عشان تقدر to maintain and sustain في المنافسة. من غير الرقم المهول دوت ما كناش نقدر نكمل، زينا زي كل الكيانات الشركات الطيران الكبيرة وزي شركات الطيران يعني زي إير فرانس، زي يونايتد في أمريكا، زي دلتا، زي كل الشركات الطيران كده، ما فيش حد قدر يكمل. اللي قدر يكمل لوحده هو مين يا رامي؟ اللي هي الشركات الكيانات الصغيرة اللي هي اللوكوس كارير. اللوكوس كارير عادة المصروف بتاعها أو المصاريف بتاعتها مصاريف منخفضة جدا، عدد الموظفين بتوعها قليل جدا، هم بيتبعوا دايما أسلوب هيت اند ران، يعني بيبتدوا يشتغلوا في ديستنيشنز معينة بعدد قليل جدا من الطائرات، بعدد قليل جدا من الموظفين، بمصروف قليل جدا، مفيش سيرفيس تكاد تكون معدومة، فبالتالي تيرن اون وتيرن اوف، يعني ممكن يشتغلوا النهارده ويقفلوا بكره من غير ما يكون في اي خسائر، من غير ما يكون في اي عقود لايبيليتيز عليهم ولا اي حاجه خالص. فبالتالي هم دول اللي قدروا يكملوا من غير مشكله. عشان كده احنا مثلا اليورو وينجز عندنا اللي هي الفاست جروينج لوكوس كارير امونج لوفتهانزا جروب، يعني من اول الكرايسيس ما حصلت هي اكتر شركه طيران من ضمن الجروب كاريرز عندنا المستمرة ومستمرة بقوة، والإيرادات بتاعتها زادت كمان عشان ابتدت تروح لديستينيشنز. انت عارف الشركات الصغيرة ريجنال كاريرز واللوكوس كاريرز ما بيروحوش للعواصم الكبيرة بتاعت الدول، بيروحوا الهوليدي ديستينيشنز، البيتش ديستينيشنز، الحتة اللي هي السكندري بوينت، وهي ديت النيو ريكوايرمنت بتاعت السائح او اللي بيسافر عشان يتفسح. ما بقاش طلباته كانت في الاول او الريكوايرمنت بتاعته كانت ان هو يروح العواصم الكبيره، الاماكن الكبيره اللي هي اوفر كراودد زي باريس، زي لندن، زي فرانكفورت، زي ميونيك، زي الحته دي كلها، يعمل شوبينج ويروح احتفالات ويختلط بناس ويروح الاماكن فيها مهرجانات وكده. دلوقتي الطلبات او متطلبات السائح دلوقتي حاليا بعد بحوث كبيره جدا حصلت في الفتره اللي فاتت، شركات تسويق كتيره جدا عملت سيرفيز مع ناس ترافلرز يعني على مستوى العالم، وكل البحوث ديت النتائج بتاعتها في الاخر طلعت ان متطلبات المسافر حاليا بعد كورونا اصبحت ان هو يروح للاماكن المنتجعات السياحيه، الاماكن البيتس والهوليدي ديستنيشنز اللي هي ما كانش بيفكر ان هو يروحها قبل كورونا خالص. ليه؟ عشان الحتة اللي كان عمرو لسه بيتكلم عليها في الأول، بيقول إن المنتجعات الريزورتس والمنتجعات السياحية الشاطئية هي ديت الأماكن السيف أكتر أو الأمان أكتر والبعيد عن العدوى بتاعت كورونا، ما يكونش فيها أوريدي التباعد الاجتماعي وما فيهاش دوشة وزحمة كتير. فبالتالي حتى كل واحد لو فكر ان هو جات له فرصه ان هو ياخد اسرته ويسافر حاليا، ايه المكان اللي ممكن تسافره؟ غالبا معظمنا يعني هيتفق ان الاماكن اللي هي مش زحمه، الاماكن الهاديه، الاماكن اللي فيها ممكن تباعد، فيها بحر، فيها امان، الحته دي كلها هي دي متطلبات السائح حاليا. فعشان كده ارجع واقول لك يعني اللعبه اختلفت، السوق دلوقتي متطلباته اختلفت ومعطيات بتاعته اختلفت، فنتمنى الامور تبقى إيجابية شوية الفترة اللي جاية نتمنى. المشكلة الصغيرة بس معلش قبل ما أديلك الكلمة، الفيصل حاليا في الشغل بتاعنا الترافل ريستريكشنز، الترافل ريستريكشنز اللي هي الشروط اللي حطاها كل دولة لدخول السائح عندها، دي مشكلة المشاكل حاليا. محدش
تقدر حتى ايفن لو احنا انت رامي لو انت قلبك جامد وقلت انا ما عنديش مشكله واقدر اسافر باريس لندن الحتت الزحمه ما عنديش اي مشكله ومش خايف من حاجه وهاخد البروتكشنز بتاعتي وكل حاجه. الدول ديت مش هتسمح لك انك تخش عشان هي خايفه على المواطنين بتوعها. فاصبح ان اللي بيسافر دلوقتي عنده مشكله travel restrictions، لازم يسأل الدولة دي هتسمح بدخولي بالتأشيرة بتاعتي ولا مش هتسمح. تاني حاجة الورق أو الإجراءات الصحية، هل لازم يكون معايا PCR؟ أقدر لازم أسافر قبل ما أسافر لازم أعمل PCR هيكلفني فلوس، وأنا داخل البلد هناك أعمل PCR تاني هيكلفني فلوس تاني، وأنا راجع لمصر هعمل PCR تالت عشان أخش مصر وهيكلفني فلوس أكتر. فبقيت الموضوع عبء مادي كبير جداً وعبء تحضيري عشان تقدر تعرف البلد دي تسمح بالدخول ولا لا والاجراءات بتاعتها ايه. فحاليا للاسف الموضوع very complicated يعني. اتفضل يا رامي. ميرسي جدا جدا حازم، اشكرك على التوضيح. وواضح ان القطاع ده من اكتر القطاعات اللي تاثرت. انا كان ليا بس سؤال صغير وسريع، او هما يمكن سؤالين. السؤال الاولاني ليك هو مدى تأثير شركات الطيران الكبيرة على متخذي القرار في الدول؟ هل الآياتا ليها يد أو ليها تأثير أو ليها وزن نسبي أنها تقدر تأثر على متخذي القرار في الدول المختلفة، بحيث أنه موضوع الطيران وموضوع السماح بحركة المواطنين في الطيارات يكون فيها نوع من الاتفاق أو نوع من التوافق ما بين الآياتا كجهة بتجمع كل أصحاب المصالح مع الدول أو مع هيئة الصحة العالمية، أو عندهم تأثير؟ سؤال مهم جدا، وفعلا إحنا كنا بنتكلم فيه جدا مع الإدارات عندنا البورد ممبرز وكده. كنا محتاجين المانجمنت ليفلز والبورد ممبرز إن هم يتدخلوا في حل الإجراءات دي عشان يسهلون احنا موضوع البيع وان احنا نرجع تاني الأمور طبيعية زي الأول. للأسف الموضوع ده مش ما ينفعش يتحل من الإدارات العليا، سواء في الآياتا أو في إدارات العليا في شركات الطيران. لازم يرجع للبوليتيشنز بتاع كل دولة، البوليتكس هي اللي بتلعب دور. طالما دخلنا البوليتكس في الموضوع والسياسة، للأسف الإجراءات الصحية في الوقت الحالي أعلى من الإجراءات الدخول للدول أو إجراءات الإيميجريشن بتاعت كل دولة. فإحنا كإدارة أو كتاب أو كمان بورد ممبرز في شركات الطيران كلها، ما ينفعش إن إحنا نقول للبوليتيشنز مثلا في ألمانيا أقعدوا حلوا الموضوع مع الدول التانية عشان تسمحونا إن إحنا نطير ونصفر ناس وكده. يعني موضوع كلنا عارفين قصة امريكا مثلا، ليتس سي، عشان امريكا ده كور ماركت بالنسبه لنا لكل شركات الطيران، يعني مش بالنسبه لنا احنا كلوفتانزا. من اول ما حصل موضوع كورونا في شهر مارس، اداره الجوازات في امريكا طلعت قرار ان ممنوع دخول اي راكب جايه من دوله اوروبيه ترانزيت، عشان كان ساعتها كان في مشكله كبيره جدا في اوروبا، الاعداد كانت كبيره جدا في بدايه كورونا، وكانت امريكا لسه فار اواي شويه بالارقام بالاعداد. فعشان يحموا البلد بتاعتهم فقالوا ان ممنوع اي عميل يجي عن طريق دوله اوروبيه. للاسف القرار ده لسه موجود لغايه دلوقتي وبيتعمل بيه، رغم ان اعداد بتاعت امريكا دلوقتي بقت اكتر من اعداد اوروبا. لكن الموضوع لازم يتحل على مستوى سياسه مش على مستوى ادارات طيران للاسف خالص. اوكي، سؤالي الثاني وياريت تجاوبني فيه كده بتديني فكره دلوقتي، موضوع الفيز. يعني انت كطيران مش هتركب ابدا راكب عندك غير ما يكون عنده فيزا. الفيز بالنسبه للمصريين ماشي ازاي الامور، وبالنسبه للعالم في كلمتين كده اديني وضح لنا الفكره. ما دي لسه كنت بقول لك، يعني كل دوله هي اللي بتقول الاجراءات الدخول بتاعتها بتبقى ازاي. يعني حاليا للاسف بالنسبه للمصريين، لو انت بتتكلم على المستوى الداخلي عندنا في مصر هنا، كل الناس اللي عندهم تاشيرات سياحة لأوروبا اللي هو تايب سي ده غير مسموح لهم ان هم يخشوا دلوقتي يسافروا بأوروبا خالص. أوروبا مفتوحة فقط للميديكال كيسز،
ومفتوحة للإديكيشنز. التأشيرات الميديكال والإديكيشنز هم دولة الوحيدين اللي قدروا يسافروا. بالنسبة لأمريكا، أمريكا فتحة التأشيرات اللي الناس اللي معاهم تأشيرات أمريكا يقدروا يسافروا، لكن في restrictions يسافروا إزاي؟ يسافروا عن طريق أنهي شركة طيران. يعني أي دولة أوروبية زي ما كنت لسه بقولك ما ينفعش واحد عنده تأشيرة زيارة لأمريكا اللي هي معروفة بالبي 1 بي 2 ما ينفعش يسافر عن طريق شركة أوروبية ترانزيت، رغم إن هو ما بيخشش البلد، هو قاعد ترانزيت في المطار، لكن طالما جاي من نقطة الرحلة التانية بتاعته اللي هو داخل فيها أمريكا عن طريق دولة أوروبية، جاية من دولة أوروبية، يبقى غير مسموح ليه حاليا إن هو يخش. طيب مين اللي مسموح له دلوقتي أو الناس اللي معاهم بي 1 بي 2 يسافروا إزاي لأمريكا؟ يسافروا عن طريق دولة، يسافروا عن طريق شركة دايركت زي مصر طيران، أو يسافروا عن طريق شركة بتعمل ترانزيت مش في أوروبا زي تركيا، زي شركة في جلف ريجن، أي الولايات المتحدة الريستريكشن أوروبا، مش الأساس في الموضوع مش إنه في ريستريكشن من مصر، هو المزعج الترانزيت. لكن اللي معاه باسبور أمريكي أو جرين كارد ممكن يعمل ترانزيت في دولة أوروبية، مسموح له من ضمن الاكسبشنز او الاستثناءات في الترانزيت بتاع دوله اوروبيه، اللي معاه جرين كارد او اللي معاه باسبور امريكي يقدر يسافر عن طريق شركه اوروبيه. لكن التاشيرات الزياره العاديه البي 1 بي 2 ما ينفعش يسافر ترانزيت عن طريق دوله اوروبيه، لازم يسافر دايركت او يسافر عن طريق دوله نون شنغن. اوكي، طبعا كل السبمشنز لاي فيزا جديده مش شغاله دلوقتي، يعني ما فيش حد يقدر ياخد فيزا جديده، احنا بنتكلم على الناس اللي اوريدي معاها فيزا. بالظبط، معظم الدول حاليا قافلة القسم السكشن بتاع الفيز او القسم القنصلي عندهم، ابتدت ريسنتلي يعني يفتح بس اعداد بسيطة جدا وباستثناء الحاجات الميديكال والإديوكيشن والكلام ده كله. يعني بالضبط. بالنسبة لكندا اسلام نفس الحاجة؟ بالنسبة لكندا كمان يا حازم، كندا لا، كندا مختلفة شوية عن امريكا. كندا كانت مفتوحة للناس اللي معاهم تأشيرات كندا، بس يعني اللي احنا يعني بص يا رامي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي كل يوم بيحصل تجديد فيه. في لينك على الآياتا ممكن ابقى اعمل شير معاكم على اللينك دوت، ده اتس ابديتد اوتوماتيكلي ابديتد بكل نيو ريجوليشنز بتاعه حته الايميجريشن. العميل بيخش بيحط الاوريجين بتاعه مثلا كايرو، بيحط الديستنيشن كندا امريكا يوروب وريفر اي حته، بيطلع له على طول اون ذا سبوت الليتست انتري ريجوليشنز بتاعه الدوله دي. كندا حاليا لو انت بتتكلم على كندا النهارده واحنا بنتكلم اهو يوم 26 اكتوبر لسه حصل تحديث ليها، قالوا ان في هيلث ريكويرمنتس معينه، شهاده معينه، بيخش حاجه اسمها QR دوت، ده بيخش بلينك معين، بيخش يكتب البيانات بتاعته ان هو كورونا فري، وبعد كده بيجي له موافقه في خلال 48 ساعه لغايه قبل السفر ويسافر بيه. يعني الموضوع بقى فيه متغيرات كتير جدا لدول كتير جدا على شركات كتير جدا، فما فيش حاجه ثابته يعني. فما مش عايز اقول حاجه ثابته ناخد بيها كلنا، اهم حاجه ان احنا نعمل تشيك اون ديلي بيزس. ممكن ابقى شاير معاكم اللينك دوت لو حابين عشان الناس كلها تبقى عارفه. تمام، انا كنت بجاوب على سؤال دكتور اشرف زعل لانه اونلاين، وطبعا صاحبنا حبيب محمد انس في كندا بيقول لي مالكش دعوه بكندا. لا لينا دعوه يا محمد يا انس. ميرسي جدا جدا حازم، عايزين نشوف. شكرا جزيلا. نشوف إيهاب موسى معانا ولا ما قدرش يطبع؟ احنا معانا كريم حلمي وكريم حرازي، وعشان ننتقل بقى للفيلد الفندقة علشان ناخد وقتنا في الدسكشن معاهم ونكمل بقية. انا واخدهم بصراحة بترتيب الصور اللي على الإعلان عشان فتحه قدامي على الكمبيوتر عشان ما انساش حد. هناخد كريم حرازي. حبيبي كريم ازيك؟ هاي ازيك رامي، اخبارك عامل ايه؟ تمام يا حبيبي. قول لي حبيبي دلوقتي احنا من مارس لغايه النهارده انت سياحه الفندقه زي ما كنت بتكلم مع احمد الشال كنت بقول له احنا عندنا بالنسبه للفنادق عندنا كريم حرازي ده نوع معين من السياحه في المنطقه اللي هو فيها، غير كريم حلمي يمكن نوع مختلف من النزله في المنطقه اللي هو فيها. ف انت بالنسبه لك في المنطقه بتاعتك في التخصص بتاعك
من مارس لغاية النهاردة، إيه اللي حصل؟ إيه الأضرار؟ اتأثرنا إزاي؟ بص هقول لك حاجة واحدة يا رامي. إحنا هي متقسمة فيز. الفيز الأولاني اللي هو كانت من أول السنة لغاية يوم 19/3، لما قلنا إن إحنا الطيران عندنا هيوقف خلاص، وقلنا تكسبتني مو أي حد يخش. من هنا بدأ يحصل حالة من حالات البانيك وأنصان، وبدأنا إن إحنا كل السياح اللي عندنا وكل الجست يسيبوا الأوتيس واحد والتاني، كل واحد على حسب الفيكيشن بتاعته بتخلص بيليفز. ما حصلش حالة إيفاكيويشن زي ما كان بتحصل قبل كده، لأ كان كل واحد في الرحلة بتاعته. ففي فنادق الماكسيمم كان يوم 6/4، منطقة الجهداء was empty 100%، and then we started the quarantine of 14 days. قاعدين في لقنداتنا، كل واحد قاعد في لقندات في لقندته ما بيعملش حاجة، اللقندة مقفولة كويس. فضل الكلام ده كده هو لغاية بعد العيد، عند العيد بعد رمضان كده. بعد رمضان قالوا هنفتح، نبتدي نفتح الاوبننج الصغير اللي هو كان 25% بالاجراءات الاحترازيه والكلام ده كله. What I have to say ان الحكومه عملت حاجه كويسه قوي بالنسبه للمناطق الساحليه، ان هم they isolate المناطق الساحليه اللي هي شرم والغردقه ومرسى مطروح عن بقيه مصر. فكانوا تملي بيتكلموا ان المناطق دهيت they are free of corona, we are free of corona. فده ساعدت ان الناس في العيد الصغير بدا اللوكال ماركت، يعني كان بهج وعمها ابو سعود بيقول ان الدنيا ما كانتش كويسه، لا في العيد الصغير عندنا في الغردقه بدات الدنيا تبان، وال25% دي it was fine وات واز وي وير اولموست فول على ال25%. بعد كده وصلنا لل50%، عدت بينا الصيف بالكامل كله، يعني شهر 7 و8 و9 ولغايه الاجازه بتاعه 6 اكتوبر. اون ذا مين تايم حصل حاجتين. حصل زي ما كان اسلام بيقول، زي ما كان حازم بيقول، الترافل ريجوليشن اللي اتحطت من الدول كويس، فاتحط على مصر ترافل ريجوليشن ان ما فيش واحد مصري يروح يوروب الا لما يكون عامل بي سي ار. فاحنا بالتالي الحكومه عندنا اخذت نفس الحكايه، ان ساد ما حدش يجي الا لما يكون عامل بي سي ار. وكان الشارتر فلايتس بدات تشتغل وشركات السياحه تشتغل، وبدانا نشوف تاني الاوكراني والبيلاروسي والليتواني انصام بداوا يرجعوا تاني مصر، وكانت الاعداد بتاعتهم اكسبتبل للفتره دي. لما حطينا احنا الريجوليشن بتاعت البي سي ار حصل دروب تاني، فبدات شركات السياحه هتعامله ايه؟ قال لك لا احنا ويل تيك اوف ذا بي سي ار، احنا اللي هندفع ثمنها. وجوم عملوا ديلز مع الفنادق ان ايه تبقى 50-50، بحيث ان احنا نشيلها مع بعض ما نشيلش الايه ذا كلاينت. ومشيت على كده وبقت معقوله، وبدا يتعمل البي سي ار جوه المطار في مصر هنا. هو طبعا هي طبعا يعني ما هياش زي سيف ان هو ممكن انت بتعرف نتيجه ثاني يوم، فممكن انت يحصل لك حاله تكتشفها انها بوزيتيف فبتبتدي تدور عليها في الفنادق اللي هي فيها امصار. لكن مينلي الفيز الثاني اللي هو فتره الصيف، المصريين واللوكال ماركت شالوا منطقه الغردقه وشرم الشيخ تماما، لدرجة ان في فنادق النهارده end of October، لما نيجي نقول year to date جان اكتوبر، they are كيت كGOP او كgross operating profit، يعني هم كيت لا كسبانين ولا خسرانين، وفي فنادق تانية كسبانة حاجة بسيطة. ده لغاية الفيز اللي هو كنا كويسين قوي. بدأ الفيز الاخراني اللي هو كان بتاع local market يخش ينتهي، اللي هو المدارس بدأت والكليات انصان، فبدأنا ان احنا هنعتمد على الاستياحة الخارجية فقط. وهنا هتبتدي بقى هنبتدي نشوف المشاكل. مشاكل ايه؟ ان العدد مش هيبقى كفاية. هنبتدي نفتكر تاني شهر 5 وشهر مش شهر 5، نفتكر شهر 6 بالذات، لو اول ما بدأنا نفتح اللي هي بدأت حاجات بسيطة، القندة فيها 10 اوض، القندة فيها 20 اوضة، القندة. فالفترة اللي جاية هي اللي هتبتدي مش هتبقى حلوة قوي. لكن جنرالي في فنادق كتير في شرم الشيخ وفي الغردقة استفادت، يا إما استفاد ماديا، يا إما استفاد إن هو ما مشاش عمالة، يا إما استفاد إن هو مشى عمالة
يا اما استفاد ان هو يعني مثلا انا كاوتيل انا استفدت ان انا قلت نو اي ويل نوت اوبن في الفتره دهيه وانا هعمل انوفيشن في الاوتيل عندي كاونين كومباني اتفقنا ان احنا لا ويل دو انوفيشن وعملنا انوفيشن وشغالين فيها اند سو فالناس كلها استفادت ما فيش حد ما استفادش ما اقدرش اقول ان 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 زي اسكندريه مثلا او زي ما بهجو بيقول او عمرو ابو سعود كانوا بيقولوا الحياه الدنيا غامقه قوي لا احنا عندنا في الغداء وفي شرم ما كانتش بهذا السوق لكن اللي جاي ما احناش متوقعين له زي اللي فات كويس يعني لو الموجه الثانيه زي ما بيقولوا اللي موجوده في يوروب بقت قويه قوي وحصل تاني لوك داون في دول او الكلام ده كله فاحنا هنتاثر جامد قوي زي ما احنا عارفين وقرينا في الجرايد ان فرنسا فتحت تاني فتحت طيران على مصر وكان لسه في طيارتين نازلين لكن ما هواش ده اللي مش ده اللي هيسعفنا قوي كويس اللي جاي هيبقى عامل ازاي لغايه دلوقتي مش باين زي ما كان حازم بيقول هو every day there is something new وحاجه جديده بتحصل والله اعلم كويس يعني ما اقدرش ادي لك حاجه اكد ان احنا السيزون الشتاء مثلا هيطلع كويس قوي نو كويس احنا متوقعين ان هنبدا من مارش ان يعني السوق الالماني كله متوقع ان هو من اول مارس وحازم برضه ممكن ياكد لنا الكلام ده برضه ان من اول مارس هو اللي هيبدا السوق الالماني يفتح ويبتدي يقولوا مايت ان احنا نبتدي نرجع لكن مصر ما هياش في ديستنيشن الهيد زونز نو مصر الحمد لله في جيم زون في دول كتيره جدا فاول ما هنفتح اول ما هيفتحوا هنفتح وهنشتغل ان شاء الله. طيب كريم معلش انا في كذا نقطه انت ذكرتها وانت بتحكي لنا عن المشوار من مارس لغايه النهارده احب استفسر عنها. انت قلت في حته معينه ان السائح كان موضوع البي سي ار ده بيفرمله وانه حصل نيجوشيشن ما بين الاوتيلات وشركات السياحه بحيث انه يشيلوهم مع بعض كتكلفه ويسهلوا على السائح. هو قد كده البي سي ار بيكلف غالي انه ممكن يخلي السائح يغير رايه في الديستنيشن؟ تتكلم في $30 per person فلو واحد واربع انفار جايين فانت بتتكلم في $120 من باكج كله متاخد بكام $200 $300 فايتس اتس سم للاسف okay. الناس ان انت عندك للاسف احنا ما عندناش احنا في مصر ما عندناش السياحه الغاليه احنا للاسف ان احنا السياحه عندنا السياحه we are not a rich destination للأسف يعني we are no more a rich destination we are not we are a cheap destination فالسائح اللي جاي عندك أصلا تعبان انك تقول له لا انا هزود لك كمان $30 for the PCR هي لك no why should I I'll go to Turkey without the PCR okay. يعني فعلا موضوع ال $30 دول حتى لما يبقى بشكل عيلة او كابل جاي يتفسح بيفرقوا معاه كتير طبعا انا مش متخصص جال عشان كده بسأل سؤال واكيد ناس كتير يحبوا يفهموا. طيب السؤال الثاني دلوقتي الفنادق اللي اشتغلت بوقت ما كان مسموح ال 50% اشغال 50% اشغال النهارده يغطوا اوتيل يخلوه يعيش كويس؟ هقول لك هيغطوا الاوتيل ليه ويخليه يعيش كويس؟ انك لما تيجي تحسبها طبعا احنا كل الناس عارفه ان اللوكال ماركت بيبقى سعره اغلى من الفورن ماركت وده سؤال طبعا لكل الناس عايز تعرفه ليه ازاي انا مصري وادفع اكتر من اللي بيدفعه الاجنبي اللي جاي ان سؤال لكن هي منظومه كامله فاللوكال ماركت هو كان ليتس سي انا عندي لوكاندا 100 اوضه كويس كان زمان في الصيف باخد 80 اوضه بيبقى للفورن ماركت كويس و20% بسيبهم لللوكال ماركت هم دول اللي بيسندوني شويه او بيدوني سعر اعلى شويه السنه دي انا عندي 50 اوضه اخدت منهم 45 اوضه لللوكال ماركت كويس لو حسبناها بفلوس وممكن انتوا برضو هتحسبوها معايا ان احنا لو اتكلمنا فلوس لا انا كنت ببيع الاوضه للمصريين ب 1600 و2000 جنيه وكان في ناس طبعا بيبيع اقل من كده لكن احنا بنتكلم على الافريج كنا بنتكلم من 1600 ل 2000 جنيه الاوضه الضبط في حين ان انا كنت ببيعها للاجنبي ب 30 يورو يعني 60 يورو يعني 1200 جنيه فيو هاف 800 باوند مور كويس في عدد الاوض فطبعا عملت لك فلوس كويسه قوي. On top of that ادت للستاف 12% فالستاف كان الحمد لله كان كويسين يعني الصيف كان السنه دي كان كويس بالنسبه للناس. يعني عوض شويه مع الموظفين الفتره اللي هي كانت ناشفه او كانت عوض معاهم شويه. عوض طيب. مع الموظفين عوض مع
والفترة بتاعت ال 25% أفضل، ولا نقفل ونعمل رينوفيشن زي ما أنتوا لقيتوا الحل ده؟ بص احنا يعني احنا كاوتيل يعني سيبنا احنا اوت اوف الموضوع عندنا مختلف شويه، ان احنا كان لازم نعمل انوفيشن ده، احنا كنا وصلنا لمرحله ان احنا وي هاف لا طبعا لو انا كانت الاوتيل عندي طبيعي جدا واي دونت نيد ذس انوفيشن بادلي كويس، لا طبعا كنت هقول هشتغل طبعا اتليست عشان اقدر احافظ على الستاف ده هو، والستاف ده ياخد 12% بتاعته وهي كان سرفايف. ان احنا الفتره من شهر 3 لغايه 25% يتوز يعني الدنيا تعرف احنا الاستاف عندنا في الفنادق بيعتمد على 12% بلس تيبس. في ناس ما بيفرقش معاها مرتب جنب ال 12% والتيبس كويس، فصاد اللي ما يبقاش فيه 12% وما فيش تيبس فانت بتتكلم في ايكونوميكلي يعني صعب قوي. كريم حرازي ميرسي جدا جدا، شكرا جزيلا. وعايز اقول من عيله حرازي احنا سامح كان عضو معانا في مجلس الاداره في فتره طويله وجت فرصه ان انا افتكره معانا النهارده. ميرسي كريم، وهننتقل هننتقل لكريم حلمي بقى عشان يبقى هو ايه فاكهه الموسم. كريم فؤاد حلمي فينك؟ موجود اهو، سامعني؟ سامع كويس جدا. طيب. كريم، طبيعه الاوتيل اللي انت فيه وعايش فيه تجربه بتاعه الكوفيد من مارس لغايه النهارده لها طبيعه خاصه، يعني انت مش اوتيل في منطقه سياحيه، انت مش تحت سفح الهرم ولا انت على البحر مباشره، فالاوتيل بتاعك له طبيعه. احب انك تدينا فكره الاول عنها عشان نقدر بعد ما نعرف طبيعه الفندق نفهم اللي حصل كمشاكل من مارس لغايه النهارده، واكيد انت جوه البلد وبره البلد وليك وضع خاص كاوتيل، فدينا فكره كده الاوتيل ايه تخصصه او ايه الفوكيشن بتاعه وايه طبيعه المشاكل اللي حصلت من مارس لغايه النهارده. اتفضل كيمو. اوكي، بدايه الاوتيل بيقع في منطقه كينج مايوت جنب الساحل الشمالي وعند مدخل اسكندرية، يعني حوالي 40 كيلو من اسكندرية لو انت جاي من الصحراوي، تمام؟ على بعد 12 كيلو من مطار برج العرب، وعلى بعد 3 كيلو من استاد برج العرب، وجنب المنطقة الصناعية بتاعت برج العرب، عشان كده المنطقة مش على البحر بس في نفس الوقت بوتنشل جدا لبيزنسز بتسند الفندق، وهي دي اللي قايم عليها الفندق. بلس ان الفندق احنا عندنا سبا علاجي زي مركز تأهيل علاجي، فهو اصلا كونسبت الفندق كان مبني اصلا انه يبقى فندق استشفائي، ان هو الناس تيجي تعمل ريكفري في الاوتيل في السبا وتعيش حياه استشفائيه زي في النمسا في كارلو فيفاري في الحاجات دي كلها، تمام؟ بلس عندنا قاعات افراح، بلس ان هو لازق في نادي فروسية نفس الاونر، فعندنا مساحات كتير جدا من الخضرة، بلس احنا بنينا ملعب وهقول لكم الكلام ده بعدين في ملعب كورة يعني عشان نستضيف الفرق الرياضية. فالفندق طبيعة البيزنس بتاعه مختلف شوية عن الفنادق التانية، لا هو سيتي هوتيل بمعنى سيتي هوتيل زي مثلا فنادق اللي هي التاورز اللي هي في وسط البلد اللي هي مينلي كوربت بيزنس، ولا هي ريزورت اللي هي على في ديستنيشن ريزورت اللي هي 90% من السياح بتاعها بيروحوا للاستجمام. بالعكس هي ميكس من كل الحاجات دي، وده اللي ساعد الفندق انه ينجح من ساعه ما فتح لغايه دلوقتي، ان هو مش بيعتمد على سورس اوف بزنس واحده ان هي تشغل الفندق. انا عاوز اقول حاجه بس مهمه جدا انت قلتها في الاول يا رامي، انا هقول ان قطاع الفنادق دايما بيتاثر في الازمات، دايما من اول القطاعات اللي بتاثر في الازمات هو قطاع الفنادق. بس انت برضو فرقت بين الفندق بتاع كريم حرازي في الغردقة والفندق بتاعي، لان ده ديستينيشن، وزي ما كريم قال انا فاهم كويس جدا اللي هو بيقوله من ناحية التشالنجز والبي سي ار والكلام ده كله. عندنا اصلا فنادق في هيلتون في البحر الاحمر برضو، فبنحضر كونفرنسز وعارفين مشاكل البعض كلنا، واحنا عندنا مشاكلنا احنا برضو، تمام؟ هاخد الجورني ببساطة جدا يعني عشان ما اطولش على الناس. من اول 18 مارس انا اكشلي 18 مارس بدانا كنا شغالين من اول يناير
لحد ميد مارش كويس جدا، وكان واضح انه هيبقى موسم 2020 ده هيبقى موسم كويس جدا، لان احنا طالعين من 2019 حققنا ارقام كويسه جدا. جت موضوع الكوفيد والدنيا قفلت شويه، بدانا من 18 مارش لحد 1 ابريل ب 14 دايز كوارنتين للفندق كومبليتلي، تمام. بلس بعد كده دخلنا على رمضان والعيد، زي ما كريم قال بدانا برضو ب ريستريكشنز معينه، بقى الفندق لازم ياخد شهاده ان هو يشتغل بنسبه 25%، وكانت الفتره ما بين اي ثينك 15 مايو ل 31 مايو كان اسبوعين بس ب 25%، اللي هو الحكومه كانت خايفه ان يحصل تجمعات في الفنادق عشان العيد وكده، وبعد كده سمحوا لنا ب 50%. طيب مين اللي اتاثر بالكوفيد 19 في قطاع الفنادق؟ نبدا بالموظفين، زي ما بيرش وزي ما ناس وكريم قال، الـ 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 الموظفين بياخدوا مرتب بيزك سالري بلس سيرفيس شارج مقابل الخدمه زائد التيبس. لما البيزنس بيقل بيفضل مرتبه البيزك ثابت، بس نسبه السيرفيس شارج والتيبس بتقل جامد. طبعا الناس فاتحه بيوت وبتبدا بقى بتخش في منطقه زي ما بيسموها كرايسيس بلان، لازم تقلل المصاريف. احنا ما مشيناش حد، بس في نفس الوقت العقود بدل ما كانت تتمد سنويا بقت تمد 3 شهور، ما حدش عارف الدنيا ماشيه ازاي. بدانا البيزنس بتاعي علشان هو مينلي عندي كوربريت بيزنس، وعندي كوربريت بيزنس اجانب كمان، يعني هم في فتره الكورونا ما قدروش، عشان زي ما حازم قال المطارات قفلت، ف العماله الاجنبيه اللي عندي في الاوتيل اللي هي شغاله في مصانع وشركات البترول اللي في منطقه برج العرب كانوا ستراندد مش عارفين يسافروا، فبالتالي انا مطالب ان انا اقدم خدمه لجيستس ان هاوس، تمام، وفي نفس الوقت اقدم نفس مستوى الخدمه اللي بقدمها كهيلتون. وفي نفس الوقت عندي تشالنجز جامده جدا، يعني موضوع حظر التجول ده عمل مشاكل جامده جدا. انا ما كنتش عارف اجيب الموظفين بتاعتي امتى، لان كل اسبوعين او كل اسبوع كان بيطلع ميعاد جديد، فانا عشان منطقه بعيده شويه عن اسكندريه عندي اتوبيسات بتودي وبتجيب من اسكندريه، ومش كل الموظفين من اسكندريه، في موظفين من كفر الدوار، من البحيره، من منطق، فبياخدوا مواصله مواصلتين عشان يوصلوا الفندق. فطبعا حظر التجول ده بيخليني برضو اقفل المطاعم بتاعتي في اوقات معينه، يعني في رمضان كان عمره باين حافظ جوله لغايه 9 ولا حاجه زي كده، طبعا عشان الناس تجي لي وتلحق تفطر وترجع تاني اتس تو ديفيكلت. فكل شويه غير مواعيد فتح المطاعم ومواعيد القفل. اللي نفعني بقى كويس قوي الفتره ما بين شهر جولاي اوغست سبتمبر واكتوبر، ليه؟ لان انا عندي اوبن اير ويدنجز ودي سمحوا لنا بيها، فبالتالي الافراح ما بقتش ليها علاقه بالنسبه الاشغال، بلس ان كل الفيلا اللي حواليا في كينج مايوت بيعملوا افراح، فزباينهم بيحتاجوا يقعدوا في فندق وانا اقرب فندق ليهم انا وراديسون، فبالتالي الفندق بتاعي كان بيملى وكان بيطلع ريفينيوز كويسه من الافراح والاوبن اير. طبعا انا عندي برضو فرق الكوره بتيجي عندي، تمام، فبالتالي ده برضو type of business تاني لما بدأ الدوي يشتغل وبدأ to resume المعسكرات والكلام ده كله. فأقدر أقول إن فترة second half of March April May وجون شوية كانت الدنيا unstable وفعلاً، بس we did not go into a complete lockdown، بالعكس أنا كان عندي steady permanent business اللي هو ال- corporate business وشركات البترول والكلام ده كله قاعد عندي في الأوتيل، plus بدأنا نفتح بقى open air weddings، ودي اللي ساعدتنا كتير جدا ان احنا نغطي التكاليف بتاعتنا. اللي اتاثر جدا سياحه المؤتمرات، كنا بناخد كونفرنسز دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا كل حاجه زوم دلوقتي، زوم او ويبكس او مايكروسوفت تيمز، الناس بقت مش عاوزه تعمل ميتينجز مجمعه، ما ان احنا كهيلتون عاملين اجراءات احترازيه، عندنا حاجه اسمها هيلتون ايفنت ريدي، بناخد كل الاجراءات الاحترازيه اللي حاطتها الحكومه بلس الاجراءات المتوقف في اوروبا، تمام، وبنطبقها عندنا من كل الكليننج والسوشيال ديستنسينج والكلام ده كله. تكاليف التشغيل زادت طبعا، لان انا زي ما مطالب اقل تكاليف عشان احقق ربح للمالك وللهيلتون، في نفس الوقت
انا الاجراءات الاحترازيه اللي اتفرضت عليا زودت تكاليف. انا عندي ديسانفكتنتس، عندي ديسبنسرز، عندي وان واي تيك اواي كاتلري والحاجات دي كلها، كل دي مصاريف. عندي البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت بتاعت الموظفين، مهمات الوقايه دي لازم الموظفين يلبسوا ماسك، عندي الجلوفز، عندي كل حاجة، كل دي مصاريف زيادة. لذلك ان حتى في انا مع غرفة الفنادق والسياحة، كان الفنادق الصغيرة كانت بتشتكي ان هي مش قادرة تسد على المصاريف دي، لان الاجراءات الاحترازية اللي مفروض على الفنادق انت لازم يكون عندك 1 2 3 عشان تاخد الشهادة عشان تشتغل. التشينز الكبيرة عندها الباور انها تعمل الكلام ده، انما الفنادق الصغيرة اللي هي 2 3 نجوم هجيبوا المصاريف دي منين؟ فكل دي مشاكل واجهتنا. محدش عارف بقى، نيجي نبص للمستقبل، محدش عارف دلوقتي احنا داخلين على الشتاء، الاوبن اير ويدنجز هتقل. انا مثلا كان عندي let's say 24 فرح في اكتوبر، تمام، وزيهم في سبتمبر واوجست، دلوقتي انا ما عنديش غير 3 في نوفمبر، ومش عارف الجو عامل ازاي. ما انت الدنيا لو اتشتت هتودي الناس فين؟ انت قاعاتك مقفولة. المؤتمرات، كان ده موسم المؤتمرات بتاع الكوربريت، كان بيجي عندي كل ويك اند، كان عندي فارماسيتيكلز، شركات الادويه، شركات الكوربريت بتعمل مؤتمرات عندي كبيره، بياخدوا الفندق كله تقريبا، وياخدوا القاعه بال150 فرد والكلام ده كله، و200 و300، وساعات من كتر المؤتمرات كانت الكلام ده كانت توزع عليا انا والراديسون. دلوقتي الكلام ده كله مفيش، كله بيشتغل اونلاين، كله بيشتغل زوم. ف داخلين على الشتاء زي ما تقول مرحلة مجهولة. انت وقعت شوية من ساعة ما كورونا بدأت، وقفت على رجليك شوية شهر let's say جولاي أوغست سبتمبر أكتوبر، ودلوقتي مع دخول المدارس والبزنس بدأ يقل والديماند بدأ يقل، انت مبقاش عندك ديماند دلوقتي، مبقاش التليفون بيرن، مبقاش البزنس بتيجي زي الأول، ما عندكش البلقات الكبيرة. فكل ده بدأ يأثر علينا ويعني will survive طبعا definitely. عندنا دايما contingency plans في الهيلتون ان احنا to cope with any circumstances، تمام، بس في نفس الوقت محدش يقدر يقول دلوقتي انت فين من السكند ويف اللي في اوروبا. هل هي هتيجي مصر؟ هل مصر هتبدأ تعمل لوك داون تاني؟ محدش يقدر يقول الكلام ده، محدش عنده محدش يقدر يعمل فوركاست للفترة اللي جاية. انت مش عارف حتى يعني الشهرين الجايين هيعملوا ازاي، ما بالك بقى بالكوارتر الاولاني. الناس كلها الانديكيشنز بتقول ان الدنيا هتبدا تشم نفسها شويه في الكوارتر الثاني من 2021. هل ده بيستميستيك؟ هل ده اوبتيميستيك؟ برضو ما حدش عنده الحل. اديك شايف اوروبا بيحصل فيها ايه دلوقتي، تمام. بس انا كفندق عشان عندي كل ال variety of businesses دي، ادي لو حاجه وقعت عندي حاجه تانية تسندها. بس هذا الملخص اللي انا فاهمه من كلامك، لو اقدر الخصه، انه الدايفرسيفيكيشن بتاع تخصص الاوتيل بتاعك حماك من اخطار اللي فيها اوتيلات متخصصه في مجال واحد او بتستقي زباينها من جهه واحده، وده الحمد لله حاجه لطيفه جدا، والحمد لله انها جت على كده. طيب انا عايز اسال بس دكتور احمد الشال دلوقتي، احنا انا خدنا وقت طويل اطول من اللي كان متوقع. انا عندي سؤال تاني على منصات الحجز العالميه ما بين مستر كريم حلمي ومستر كريم حرازي. احمد الشال، ناخد السؤال ده ولا تحب تنظم ازاي عشان احنا الوقت جري مننا؟ وانا طبعا حظي حلو ان انا معايا محاور قوي استاذ رامي خياط، وبعدين خلي بالكوا ذاكر جامد هو في الشؤون السياحيه والطيران والتذاكر والسفر، وعنده خبره بقاله 3 ايام مقفل الدنيا في القصه دي وسبقنا. ومعانا طبعا متحدثين على اعلى مستوى. انا هستاذنك يا رامي علشان عندنا اسئله كتيره كده متحضره، وبقيه الضيوف يبقوا موجودين معانا، هنتبادل كده الاسئله عليهم كلهم عشان احنا وقتنا قليل، مش بقى لنا يمكن غير وقت قليل، ولسه احمد الجندي عنده حاجات هيسالها، وليد غير بعض الاسئله اللي موجوده عندنا من الضيوف. هستاذنك السؤال بتاعك نخليه نستبعد فردر شويه علشان عايزين نرجع للمهندس عمرو كده في سؤال يمكن هو وكريم حرازي يخشوا معانا فيه. الـ السياحه الشاطئيه والرياضات الشاطئيه، هل فعلا
ليها تأثير على السائح الأجنبي في جذبه أو السياحة الداخلية؟ يمكن الموضوع ده حضرتك متخصص فيه يا باشمهندس عمرو، ويمكن كريم بصفة البحر الأحمر والغردقة ده موجود فيه بكثرة، هل ده عامل جذب قوي؟ هو عامل ميوت. السياحة الشاطئية طبعا أو السياحة الرياضية بشكل عام، يعني هي أنا يعني دايما بقول آخر أنواع السياحة اللي كانت بتتأثر بأي كرايسس، يعني لو ما كان بيبقى في حاجة إرهابية في حاجة كده، كانت آخر حاجة بتتأثر هي الرياضية، السياحة الشاطئية والرياضية، وأول حاجة بترجع في السياحة هي النوع ده من السياحة، لأنه اللي جاي للسياحة الشاطئية وللرياضة ما بتفرقش معاه قوي الكرايسيس اللي حاصلة أو الأسباب اللي أثرت على السياحة بشكل عام. فطبعاً السياحة الشاطئية في مصر طبعاً هي من أنواع السياحة الأساسية اللي السياح بيجوا علشانها، وبتكبر بشكل كبير، يعني كان الدايفينج هو واخد الصورة بشكل كبير قوي في البحر الأحمر وجنوب سيناء. طبعاً ابتدى الكايت سيرفينج يبتدي يخش بشدة ويبتدي يوسع بشكل عام، وبيمثل جذب كبير قوي لنوع السياحة دي في مصر في أماكن طبعا هي معروفة، لأنه احنا في مصر يعني بنتميز الطبيعة بتاعتها بأن احنا عندنا المواصفات المطلوبة لممارسة الكايت، من ريح، ارتفاع موج بشكل معين ما يزيدش عنه، فكل المواصفات دي بتنطبق عندنا في أماكن كتيرة جدا. فطبعا كل الأنواع المتخصصة من السياحة دي بتجذب الزبون ده المتخصص اللي ما بتفرقش معاه قوي الحاجات اللي منع الانتشار السياحة في الوقت ده. طبعا في حاجات تانية للنوع التنشيط بتاع السياحة، ان احنا طبعا التنظيم بتاع الايفنتس، يعني احنا في الاتحاد بتاع الشراع والانزلاق على الماء نظمنا بطولة عالم قبل كده بتاعت الكايت 3 مرات، في المفروض انه في شهر ابريل ان احنا ننظم واحدة برضو في المنطقة بتاعت البحر الاحمر. الكيبل ويك بوردينج برضو، فكل الايفنتس دي، وكمان لما بتبقى حاجه ايفنت عالمي زي بطوله عالم او بطوله، هي في الويك بورد والسكي بتبقى اليوروبيان والافريكان مع بعض لان هما زون واحده، فبنبقى دول اوروبيه داخله فيها وبتعدي ال 22 دوله المشاركين، فبتبقى ايفنت كبير. فطبعا لما مصر بتبقى بلد بتنظم البطولات دي، فبتعتبر هب للممارسين بتاع الأنشطة دي إن هم ييجوا فيه يتمرنوا علشان لما تتلعب البطولة يبقوا متمرسين على المكان. فطبعاً أكيد بتفق معاك إنه السياحة الشاطئية والسياحة الرياضية من العوامل المهمة جداً للنشر بتاع السياحة في مصر. شكرا باشمهندس. نحب نعرف رأي كريم بقى في البحر الأحمر، أخبارنا إيه؟ بص هقول لكم دكتور أحمد، كلام طبعا عام 100% from the professional professional way، وإن الناس دي جاي for events and so on وبيجوا البحر mainly for leisure، طبعا دي حاجة أساسية جدا. أنا كنت بوصل عندي في الأوتيل، أنا الأوتيل عندي تقريباً 470 أوضة، كنت بوصل في أوقات، وأكيد عبا هيبقى في الأوقات ده، هي يعني مثلاً زي شهر 11 اللي احنا داخلين عليه ده هو، وشهر 3 وشهر 4، كنت بوصل إن أنا كان عندي almost 25% من الـ occupancy بتاعت الأوتيل ناس جاية for kiting and windsurfing. especially إن احنا كأوتيل كان عندنا one of يعني عندي لجونة كويسة، والهواء كويس، مش ما بيجيش من الجنوب والكلام ده كله. فطبعا لا، السياحة الشاطئية احنا متأثرين جدا، والسياحة عامة دلوقتي متجهة
هي نسبة السياحة الشاطئية بقت هي الأعلى صوت بيقطع عند كريم، ما اعرفش هو سمعنا ولا لا. مستر كريم، طيب لغايه لما النت يرجع تاني عند مستر كريم. انا عارف ان وليد منيسي واحمد الجندي عندكم اسئله تحبوا توجهوها لضيوفنا. احمد الجندي اهلا بيك، احنا دخلت معانا كده بعد ما بدينا ومشرفنا. يا ريت تفتح المايك كده اهلا بيك يا احمد، واهلا بيكم كلكم. سوري لا، كريم دخل بيكمل كلامه. اوكي انا فصلت، انا معاكم كده في الصوت. في حاجه تحب تضيف لنا في القصه دي قبل ما ننتقل لسؤال تاني؟ انا تمام كده بقى، تمام. ثانك يو سو ماتش، ميرسي جدا جدا. خليك معانا يا كريم، لسه في سؤالين تانيين سراع. بالنسبة أحمد الجندي، هتحب توجه سؤالك لمين يا أحمد؟ أنا كنت عايز أسأل حازم على تذاكر الطيران. النهاردة في منصات حجز طيران، وكيل سياحي وحجز مباشر. إيه الفروقات بينهم وإيه بقت الترندز دلوقتي أو في ظل ظروف اللي احنا عايشين فيها؟ هل بقت المنصات دي هي التوب نوتش ولا الناس ابتدت تروح لترندز مختلفة؟ احمد برحب بيك الاول، عشان ما كانش حصل يعني، ما كنتش قادر ان انا اسلم عليكم، كنت دخلت متاخر علينا. بخصوص المنصات حجوزات الطيران، احنا عندنا كذا منصه. منصه الشركات السياحه دي نمره واحد، ودايما هي اللي عندها الابر هند عندنا، او الماركت شير العالي الكبير عندنا في اللوكال ماركت بتاعنا في مصر. اوكي. عندنا الاونلاين زي يعني في مجال الطيران زي وزي مجال الفنادق. الريسنتلي او في الكام سنه اللي فاتوا، الشير بتاعه الانترنت بوكينجز والاونلاين انجنز دي كلها زادت، بس لسه ستيل كومبيرنج لحجوزات اللي جايه من ترافل ايجنسي. ترافل ايجنسي لسه ستيل عندها الابر هند. اللي حصل برضو فتره كورونا، الفتره اللي فاتت عملت تغيير شويه في الارقام في الشير. لسه ستيل الترافل ايجنسي هم عندهم الابر هند والماركت شير الكبير في حجوزات الطيران، لكن حجوزات الاونلاين بوكينج انجنز زادت شويه الفتره اللي فاتت، وده كان بسبب الحظر التجوالي اللي حصل في فتره كورونا. الناس ما كانش عندها الاوبورتيونيتي انها تنزل وتروح تحجز في الشركه السياحه اللي متعوده تحجز فيها. وايفن الشركات السياحه كمان جت فتره من الفترات ما كانتش فاتحه فول باور زي زمان، فبقى الباسنجر او العميل ما بقاش قادر ينزل ويروح للشركه. ايفن لو بتكلمهم بالتليفون او بالموبايل، الشركات ما بقتش شغاله فول باور زي الاول، وكانت اولموست برضو شغالين بار تايمز، فما بقاش التواصل موجود زي الاول. فده خلاهم ان هم يخشوا شويه اونلاين وهم قاعدين في البيت على الويب سايتس وكده، بيحجزوا عن طريق الويب سايتس. في فتره لما حصل ري اوبننج تاني للمطار القاهره في 1 جولاي او قبل ما يفتح المطار، اسف، الفتره بتاعت ماي وجون ميل يعني الشهرين دولت، شركات الطيران كلها كانت شغاله ريباتريشن فلايتس او ايفاكويشن فلايتس. كان ساعتها مسموح لشركات الطيران انها تنزل في مصر باذن معين في وقت معين برقم رحله معينه، تاخد الركاب الاجانب اللي بيحملوا جنسيات اجنبيه ويسفروهم بلادهم، عشان الفتره بتاعت مارس وابريل كان الناس دي كلها كانوا قاعدين هنا في البلد مش عارفين يرجعوا بلادهم تاني. فحصل ان شركات الطيران كلها، واحنا كنا منهم، كان من اول الشركات اللي اشتغلت في موضوع الريباتريشن فلايتس ديت. الريباتريشن فلايتس ديت ما كانتش بتتحجز ولا على الاونلاين بوكينج انجنز ولا عن طريق ترافل ايجنسي، كان لازم العميل يكلم شركه الطيران سواء احنا او شركات الطيران الثانيه اللي كان عندها رحلات ايفاكويشن يعني او ريباتريشن، ويحجز عن طريقهم ويدفع لهم بكريدت كارد. برضه الدايركت سيلز دي احنا بنسميه دايركت سيلز، اللي هو المبيعات اللي بتتم عن طريق شركات الطيران دايركتلي دي بنسميها دايركت سيلز، زادت شويه السنه دي بسبب اللوك داون بتاع
كورونا سواء في الترافل ايجنسي او المطار كله كان مقفول ما كانش شغال غير الريباتريشن فلايت بس. واعتقد برضو الناس كانت looking for a trustable source of info. كان اغلب الناس قلقانة، اعرف ناس كتير كانت تحاول ترجع او تسافر او كده، ومش relying على معلومات شركات سياحة على قد ما هي relying عايزة توصل للمين سورس نفسه. بص او الفترة دي نفسها. انا معاك، عشان كده معظمنا كشركات طيران كستاف احنا كنا شغالين ميلي كاننا مثلا سيرفيس تيم. يعني كان بيجي لنا السؤال الاسئله كانت بتتكرر بطريقه غير عاديه. شكل البيزنس بتاعنا الديلي بيزنس بتاعنا اختلف بعد ما كنا بنتكلم في عقود ونيجوشيشنز ومع كوربريت ومع شركات وكده. الامور اختلفت تماما، بقينا شغالين كايند اوف سيرفيس تيم، يعني اللي هو الاسئله كلها جايه من ترافل ايجنسي، الاسئله كلها جايه من باسنجر، وكل الاسئله بتتكرر والعميل عنده حق. العميل كان بيكلم شركه السياحه، شركه السياحه كانت بتكلمنا تستفسر مننا، بعد كده بيردوا على العميل، العميل يروح واخد المعلومه ويكلمنا تاني من ناحيه تانية عشان يتاكد المعلومه دي صح ولا غلط، يخش اونلاين يسال. هي الفتره دي كانت فتره ضبابيه ما كانش فيها امور واضحه تماما ايه الصح وايه الغلط. فاحنا بنعذر الشركات كلها، يعني بصراحه الامور كانت صعبه جدا للباسنجر او لشركات السياحه او لنا احنا كمان. فيعني اتمنى الامور بس تستقر شويه ونرجع تاني باك تو نورمال، اذا ما كانش في ويف ثانيه هتحصل زي ما احنا كلنا اتكلمنا فيها وكلنا حاسينها وبنسمعها في الاخبار. ربنا يسهل الامور ترجع بس تاني طبيعي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي يا حازم. شكرا كريم حرازي، اهلا بيك، بالي كتير ما سلمتش عليك. ازيك يا احمد، يا اخبارك حبيبي؟ الحمد لله تمام. كريم، كنت عايز اسالك على السياحه الخارجيه، ايه اللي احنا قدمناه او ايه اللي نقدر نقدمه عشان نرجع السياح تاني في ظل الوضع اللي احنا فيه ده في كورونا؟ هل عملنا اي انيشيتيف قدرنا ان نعمل حاجه اكسترا عشان نجيب السياح دول ونحسسهم ان احنا سيف ونقدر؟ بص اقول لك، هو حاجه بمثال امانة، احنا اتعرضنا لهجمه كانت عنيفه جدا. ان احنا السوق الاوكراني كان مفروض بدا يرجع عندنا في مصر، بعد كده صادني حصلت الهجمه من تركيا علينا. الهجمه دي هي خلت دخلت مصر في الريد زون، فصادني لقينا ان احنا صحينا يوم الصبح لقينا اوكرانيا وبيلاروسيا حطينا في الريد زون. فاحقاقا للحق وي هاف تو سي ان الوزير طلع في كذا سفريه ورا بعض كويس، وقدر ان هو وتابع ايه اللي حصل هناك، لكن طلع هو والشاعر طلعوا على هناك وقدروا ان هم يرجعوا مصر تاني للجرين زون، ففتحت فثابت لسه المجال اللي هو بتاع اوكرانيا ان هو وبيلاروسيا ان هو يرجع تاني مصر ويرجع تاني يشتغلوا معانا. وزي ما انتم عارفين احنا من سنه 2015 من ساعه ما الطياره الروسي وقعت في شرم واحنا السوق الروسي واقف تماما. فاحنا كان المين فيدر بتاعنا كان يوكرانيان وبيلاروسيا وليتوانيا والبالتكس ودول البالتكس، كان هم دول المين فيدر بتاعنا. السنه اللي فاتت بس بدأ يعني السنة اللي فاتت والأبيع اللي هي 18 و19 بدأوا الألمان، الفرنساويين كانوا بدأوا في 19 يبقوا كويسين قوي، وكان حتى مسيو ماكرون كان طلع في يوم كده قال لاندي 2019 هي سنة السياحة لفرنسا لمصر، وفعلا السنة اللي فاتت شفنا سياحة فرنسية كتير قوي. الوضع الحالي كويس، في ناس كتير بتقول لك هي الأسعار اللي هتجيب الناس. نو ما هيش أسعار، الموضوع ما فيهوش أسعار خالص. الموضوع إن إحنا كل ما في الموضوع إن إحنا لازم نوصل لبها حالة طمأنينة إن الأرقام بتاعتنا اللي بتطلع في حالات الكورونا واللي إحنا إن الأرقام دي مظبوطة. هما للأسف إن في حالة إن مصر ما بتطلع fake figures which is أنا بالنسبة لي في الغردقة وشارم I don't think they are fake، لأن أنا شايف إن هما كويسين، بالذات إن هما زي ما قلت انا في الاول خالص قدروا ان هم تو ايزوليت شرم والغردقه وكانت مطروح
اللي هي المدن الساحليه عن بقيه مصر كامله، ان هي دي مناطق خاليه مور أو لس خاليه من الكورونا، او الكورونا از اندر كنترول في المنطقه دي هي. كويس، اكتر من كده اي دونت ثينك ان في حاجه هتتعمل. احنا للاسف مش قادرين ان احنا نطلع معارك، انت عارف طبعا يعني بدانا باي كبير برلين راح مننا في الويب تاب ماركت، المعرض بتاع اوكرانيا برضه نفس الحكايه، فاحنا مش قادرين نتواصل مع الناس الا عن طريق زي ما كان كريم بيقول عن طريق ويبينارز انصراف. اللي كويس الفتره اللي فاتت اللي احنا شايفينه ان بدانا نسمع حاجه اسمها شورت تايم تايب، اللي هي تايم تايب اللي هي فاميلايزيشن تايب، الناس اللي جايه اللي هي شركات السياحه اللي بره اللي بييجوا يشوفوا الفنادق بتاعتنا عشان هم اللي يبتدوا يسوقونا بره. في كذا شركه بداوا يبقى في فام تريبس كده جايه، بيجوا يقعدوا اسبوع اربع ايام وهكذا، بيلفوا الفنادق كلها بتاعت الغردقه او بتاعت شرم. ف this is the only thing that for the time being اللي احنا we can do. زي ما احنا كلنا عارفين مثلا فرنسا بداوا يعملوا في كرفيو تاني من الساعه 9 بالليل. ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ على ما اعتقد ان كل الناس اللي هنا هوت واللي معانا وناس خبره ناس بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني احنا we are living day by day. What we can do, the only thing that we can do now ان احنا اللي يجي هنا هوت لازم ياخد سيرفيس كويس قوي، لازم يتاكد ان فعلا زي ما كان كريم حلمي بيقول ان كل الاجراءات الاحترازيه في الفنادق او في المطاعم او متطبقه ومتطبقه صح. كويس، اكتر من كده اي don't think ان في حاجه نحن نقدر نعملها في الفريق. ميرسي، ميرسي لك يا كريم. It's very positive ان نسمع ان تحرك الوزاره او الوزير كان prompt on the spot و efficient at the same time. يعني يمكن هنا ما حسيناش بالكلام ده قد ما انت حاسه لانك في الفيلم. بس بص يعني بص، هو الميزه اللي خالد علاني طبعا هيزو فرانكوفون زينا، وراجل كده تحس ان هو مش سمركاوي طبعا، هو جيزويتيان بس راجل كده راجل كويس يعني، ربنا معاه يعني. ان شاء الله. ميرسي يا احمد وميرسي يا مستر كريم. احنا طبعا الوقت جري بينا بسرعة جدا، فاضل لنا أسئلة كتير هنحاول نجري فيها بسرعة علشان عندنا وقت ننهي فيه أرهقنا حضراتكم كتير. وليد أنت عندك السؤال مستر بيرج وسؤال لمستر كريم حلمي، ياريت ناخدهم كده معاهم في وقت سريع عشان نبتدي نقفل بقى كلوزينج في العشر دقائق اللي هيبقوا فاضلين للسيشن بتاعتنا. اتفضل يا وليد. طيب انا سؤالي لمستر برج، طبعا احنا يعني كمجتمع سكندري الاكل والشرب والخروج عموما جزء من لا يتجزأ من ثقافتنا يعني. فطبعا بعد الشهور اللي فاتت كلها ناس متعطشه ان هي تخرج وتسهر وتروح تتغدى سواء كانوا على مستوى العيله او الاصدقاء او هل في الكوميونتي بتاعه الأغذية والمشروبات أو الغرفة أو صناع يعني الصناعة دي، هل في بريكوشنز معينة تم الاتفاق عليها وحيتم إعلانها للناس أو نعمل بيها أويرنس للناس بحيث الناس تبقى متطمنة وهي نازلة مع عيلتها مع صحابها هيقعدوا في مكان يبقى متطمن إنه المكان اللي هو فيه ده مش هيبقى فيه أي مخاطر لعدوى في الكورونا أو الكلام ده كله؟ حاك ميوت على مستوى الغرفة. احنا عملنا برامج تدريبية بتخص صحة وسلامة الغذاء، ويعني دي حاجة أساسية يعني كانت موجودة، ولكن احنا عملنا استرس عليها وعملنا استرس على الحتة بتاعت الهايجين بتاعت المطابخ وبتاعت الولاد في الهوسبيتاليتي وفي الشغل عامة، لان انت النهاردة محتاج تطمن الكاستمر لما يجيلك ان انت بتتبع يعني اعلى اجراءات السلامة، لان هو بيبقى عنده من جواه كده تحفظ او قلق ان هو بيعرض نفسه لتواصل مع ناس وانت بتخدمه من اول الطبق اللي بتحطه او الشوكة والسكينة، لان هو برضو مش متعود على حاجات الديسبوزيبل والوان واي، وكتير قوي هو بيبقى مش مبسوط. فانت بتديله دلوقتي النهارده كنا الاول بنحط كل وان واي بعدين بدنا ندي اوبشن للناس، فانت لازم تبقى معقه من حاجه الديستنس بين الترابيزات تبقى معقوله زي ما اي مكان طبعا بيخش فيه اي جمهور، بنحط سانيتايزرز بنقيس الحراره وانت داخل
يعني على قد ما نقدر. ولكن طبعا الحاجه الاساسيه النهارده اللي بتهم الكاستمر يعني في البيهيفير اللي اتغيرت هي الاسعار، لان الحاله الاقتصاديه فعلا مؤثره جدا على الناس. فاحنا يمكن اهتمينا بالنقطه دي بان احنا نوفر وجبات عائليه بالذات باسعار كويسه ده للناس في البيوت، ويمكن عملنا ديسكاونت للناس في موضوع الدليفري كويس، وعملنا ديسكاونت اكسترا يمكن دبل على اللي بنعمله للكاستمر العاديين للقطاع الطبي، يعني نظرا لمجهود القطاع الطبي معانا من دكاتره وموردين والى اخره يعني. ويمكن الموضوع اللي احنا مهتمين بيه في الفتره الحاليه في الاندور ان العيله لما بتيجي معاها الاطفال بنركز قوي على خدمه الاطفال، ان احنا نريحك من مسؤوليه الطفل اللي معاك، وجايبين ناس متخصصه انها تعمل هاند كرافتنج وديزاين والكلام ده كله، عشان اي عيله نقدر تخرج بالذات في ويك اند بيبقى عندها مسؤوليه الطفل بتعوق استمتاعها بالقعده. لان احنا خصوصا اماكننا معظمها يعني كنا حريصين واحنا بننقيها ان تبقى سي فيو، ان يبقى في باركينج كويس، ان تبقى في مول، فدايما المشاكل اللي بتحصل للكاستمر لما بيخرج اثناء الويك اند في الزحمه بتبقى غالبا انه الريسبونسابيلتي بتاع الطفل، او ان انت في الظروف دي بيبقى هو قلقان فانت بتحاول تطمنه، انت تبقى باعت ترابيزات شويه او بتخلي الولاد طبعا طول النهار لابسه الماسكات، بتحاول تستريس شويه على حته الهايجين، حته نظافه الترابيزات تبقى واضحه عشان تديله شويه طمانينه نفسيه يعني زياده عن اللزوم، لان هو جاي ويعني وعلى مضض يعني. فده يمكن اللي احنا بنقدمه للناس في الفتره دي يعني. هل في رقابه بتحصل على الكلام ده؟ في جهات رقابيه على ده ولا كل مطعم؟ عندنا كان يعني معظم المطاعم اللي فاتحه دلوقتي ما كانش كلها خلاص وصل لها شهادات من وزاره السياحه بالاشتراك مع الغرفه. احنا اول ما نزل القرار يمكن كان اللي ابتدى بيه الفنادق، ويمكن زمايلنا اللي في مجال الفندق يبقوا عارفين الكلام ده، تشكل لجان وابتدت تفحص الاماكن ان هي يعني ابتدى بالاجراءات الاحترازيه. احنا عندنا في اسكندريه مثلا، هتكلم عن نفسي، احنا شكلنا لجنه من وزاره السياحه في اسكندريه ومفتشين في وزاره السياحه ودكاتره متخصصين من قبل الوزاره مع مجموعه من اعضاء الغرفه عندنا، ولفينا حوالي 113 منشاه، رجعنا الاجراءات اللي هي الاحترازيه اللي هي المفروض تبقى موجوده في كل مكان. وكان في ناس كتير عندها كومنتات، لكن احنا ما كناش بنغلس على الناس، كنا بنحاول نشرح لهم اكتر ما نعمل لهم كومنتات، وديناهم فرصه وعملنا اعاده زياره مره تانية. وبناء على الزيارات المتكرره دي اللي كان بيباس النقط دي بيديله شهاده، والمفروض ان المنشاه تبقى معلقاها، كنوع برضو من الطمانينه في وزاره السياحه ان الناس يعني بتتشك على المطاعم بتاعتها. وقدينا يمكن دورات سريعه كده يعني couple of hours في معظم المنشآت، ان يعني استعدادا للنوع الكوفيد 19، ان انت تبقى عندك توعيه للعامل، لان هو ده اكتر واحد بيبقى دايركت لينك مع العميل يعني. فده اللي اشتغلنا عليه في الفتره اللي فاتت. تمام. ميرسي يا مستر برج. انا ليا في سؤال كمان لمستر كريم حلمي. طبعا حضرتك كنت يعني كلنا عارفين، وحضرتك اكدت على الكلام ده، ان اسكندريه يمكن من المحافظات في قطاع السياحه اللي في مصر ما بتتاثرش قوي بالازمات الشديده، لان هي عندها بورتفوليو من السياحه في كذا سيجمنت، في سياحه مؤتمرات وفي الكوربريت وفي الفعاليات والحاجات السوشيال وفي الرياضات المائيه و و و ويمكن حضرتك من 2014 لغايه النهارده حضرتك يعني وجهت جزء كبير من قطاع الرياضه للاوتيل والاسكندريه، وبييجوا يقعدوا في الاوتيل ويعملوا تمارينهم وكل الريهرسلز بتاعتهم، وساعد في ده طبعا وجود استاد برج العرب مع الظروف الحاليه. هل في بلان مستقبلي لحاجه تخص اسكندريه في قطاع الرياضه والبطولات الرياضيه مع الفنادق؟ طبعا. بص انا هقول لك بس هيستوري بسيط جدا، وبعدين هقول لك ايه اللي جاي ان شاء الله في شهر يناير باذن الله، حدث كبير جدا. اولا احنا اسكندريه زي ما انت قلت هي ليها مقومات كتير جدا، احنا عندنا الشواطئ، عندنا الفنادق، عندنا قاعات المؤتمرات، عندنا المطاعم، عندنا مكتبه اسكندريه، قصر المنتزه طبعا اللي بيتجدد دلوقتي وتطويره، الساحل الشمالي. اسكندريه في الصيف بتبقى بومينج، يعني اللي خلى اسكندريه تتميز عن بقيه المدن، عن القاهره مثلا،
لان احنا عندنا فنادق هيلتون في كل حته في مصر. فاسكندريه بالذات كانت نمبر 1 من ناحيه نسبه الاشغال، ثلاث فنادق بتوعنا سواء كورنيش او جرين بلازا او احنا، تمام. فاسكندريه لها زباينها، حتى الناس كلها بيجوا اسكندريه في الصيف يقضوا اجازاتهم، بالذات طبعا دلوقتي ان في السفر بره بقى فيري كومبليكيتد، فده خلى اسكندريه انا شايف ان هي لسه برضو بوتنشال جامد جدا. الشتاء يمكن يحصل شويه بيات شتوي كده بسيط عشان المؤتمرات طبعا زي ما انت شايف هي اونلاين وما هياش فيزيكلي، بس ستيل برضو انا طبعا كفندق عشان عندي ملعب كوره والمنتخب قومي لكره قدم عمل معسكرات وعنده كتير جدا من 2017، استضافت اتلتيكو مدريد، استضافت البطوله العربيه، كان عندي اربع فرق في البطوله العربيه، كان عندي منتخب القومي عسكر في بطوله افريقيا اللي فاتت 2018، وبعدين وصل كاس العالم في 2018 من عندنا، استضافت فريق مدغشقر كان في مجموعه اسكندريه، وكان اسكندريه لها مجاميع في بطوله افريقيا ومدغشقر كمل الادوار النهائيه. كان عندي يعني في بوتنشال جدا للرياضه. الحدث اللي عاوز اقوله اللي جاي ان شاء الله وبيقعد عندي طبعا الزمالك والاهلي وكل الفرق دي، طبعا ماتشات برج العرب اللي بتحصل برج العرب او استاد اسكندريه او استاد الماكس بتخلي فرق تيجي تقعد في الفنادق سواء عندي او في راديسون او في جرين بلازا او الفنادق الثانيه. فالحدث اللي جاي اللي كويس جدا وهيفيد مصر كلها ان شاء الله هو كاس العالم لكره اليد. انا مستضيف فرقتين زائد اللجنه المنظمه، هم عملوا تور من شهر بصوا على كل الفنادق اللي هي ممكن تستضيف الفرق او اللجنه المنظمه. فاحنا برج العرب حتى استاد برج العرب عمل صاله عشان الماتشات، فمجموعه اسكندريه دي هتبقى مفيده جدا للسياحه الرياضيه في مصر عموما وفي اسكندريه بالاخص عشان عندنا مجموعه جايه عندنا زائد اللجنه المنظمه. الحاجه الوحيده بس اللي ممكن تاثر بالسالب او بالايجاب هو موضوع الجماهير. يعني مثلا لما كان عندي منتخب القومي بيقعد عندي مثلا في تصفيات كاس العالم، ولما وصلنا كاس العالم الفندق كان باكت، كان حوالي 10,000 متفرج بيطلعوا من الاستاد بيجوا عندي الفندق، كنت بضطر اوقف الامن بره عشان يحوش الناس، الزباين كلها اما تعرف ان محمد صلاح جاي الاوتيل او كده الاوض بتتملي بتحجز، كنت بعلي سعري وبعمل كل حاجه. عامل الجمهور عامل مهم جدا. فهل بطوله كاس العالم لكره اليد دي هيسمحوا بالجماهير ان هي تحضر البطولات؟ I think so. I hope so. لان طبعا الجمهور بقى اللي بيحضر البطولات العالميه، انت عندك فرق من كل دول العالم بيجي عندهم delegations، بيجي معهم صحفيين، كل الناس دي مش بس بتقعد في فنادق، ده بيطلعوا بيتجولوا بقى، بيزوروا مكتبه اسكندريه، بيزوروا الشوبينج سنترز، معالم اسكندريه الرومانيه والمتاحف والكلام ده كله. فا I hope ان نستغل كاس العالم لكره اليد اللي جاي هيحصل غالبا في الفتره من 8 جانوري 2021 لحد 20 اي ثينك، الفتره دي لازم تستغل كويس جدا من اسكندريه ان هي لو استضفنا فرق عالميه ومعاهم الديليجيشنز بتاعتهم والصحفيين بتاعتهم ان احنا نوصل رساله ان لا مصر بلد امنه، عندنا كل الاجراءات الاحترازيه، وفي نفس الوقت you can live a normal life، ونستغل حتة قفلة أوروبا دي لصالحنا احنا، ان احنا مصر لا احنا we can cope مع الكوفيد، we can work بكل الاحترازات والregulations بتاعتهم، وفي نفس الوقت life goes on عشان الاقتصاد ما يتأثرش، لان لو قفلنا تاني او منعنا الجماهير تيجي او الاستاد بقت فاضية ما عملناش حاجة. صح. تمام. مرسي يا مستر كريم. مرسي يا وليد. احنا قدامنا بالظبط 7 دقايق. رامي كان عنده سؤال دبل ريليتد للمنصات الحجز للفنادق، هنسمعه منه. احمد الجندي عنده سؤال، وليد، كل واحد فينا كده في دقيقه هياخد سؤال مع حضراتكم، ونعمل كلوزنج في 7 دقايق اللي جايين عشان البرودكاست بتاعنا ما يقطعش علينا، ولسه عندنا اسئله كتير بس للاسف الشديد الكلام كان شيق جدا واخدنا مع حضراتكم. نبتدي برامي، احمد، وليد، وانا هختم مع حضراتكم باخر سؤال. اتفضل يا رامي. هو احمد بيقول الكلام كان شيق بس هو سمعني كلمتين يعني وقال لي ضيعت الوقت واتكلمت كتير، انت عارفني انا برغي كتير وانا اسف لو طولت في الفتره الاولانيه. بيتهيالي انا السؤال ده احمد الجندي تعرض له اللي هو المنصات الحجز العالميه
مش عارف لو تبقى فكرة كويسة ان انا اكرره، لكن انا عايز اعرف بس من ثلاثة، عايز اعرف من ناحية الطيران ومن ناحية الفندقة. النهاردة الحجز عن طريق كل الوسطاء الالكترونيين هل فعلا فاد الطيران وفاد السياحة، ولا قطع جزء من سلسلة المبيعات بطريقة خلت انه الناس اللي بتاكل عيش او بتسترزق او بتستفيد من الحجوزات ومن الطيران يقل؟ عايز اعرف وجهة نظر من ناحية الطيران ومن ناحية الاوتيلات. فما اعرفش نبتدي بالفنادق، وبما ان احنا كنا بنتكلم مع كريم حلمي نبتدي بكريم. يعني انت الوضع بتاعك الخصوصي في اسكندرية اللي نقدر نقول عليه وضع خاص، هل فعلا بتستفيد من كل ما هو تريب ادفايزر وبوكينج دوت كوم وكل المجموعة دي، الوسطاء الاقوياء جدا اللي بيأثروا بطريقة واضحة زي ما احنا شايفين في السنين اللي فاتوا، ايجابا ولا سلبا، وكمان موضوع مع الكوفيد؟ طيب، هو طبعا الـ OTAs او الاونلاين ترافل ايجنتس وتريب ادفايزر بوكينج دوت كوم اكسبيديا ترافيلوسيتي تريفاجو، كل الحاجات دي منصات قويه جدا. اي حد دلوقتي بيجي يحجز في اي حته لازم هتخش اونلاين تقرا ريفيوز، تقرا تشوف الـ الاسعار ايه مقارنه بالكومبيتيشن، الرانكينج بتاعك ايه من ضمن الفنادق، تمام؟ فا اتس فيري فيري امبورتنت. فادتنا فادتنا طبعا، بيجي لي حجوزات كتير جدا عن طريق الشانلز دي، والشانلز لا يستهان بيها لان اسعارها كويسه جدا. بالنسبه للكوفيد احنا اي ثينك ان معظم التشينز بتعمل ايه، ان انت بتحط دلوقتي ريستريكشنز، او بتحط انت تيجي تحجز الفندق تبقى كوفيد 19 زي في الطيران بالظبط، يقول لك انت الفندق اللي انت رايحه ايه اللي مفتوح وايه اللي مقفول. الريفيوز بتاعتك بتساعد برضو، لو الفندق عنده ريفيوز الرانكينج بتاعه في التوب ولا في الباتم، دي كلها عوامل بتحدد الديسيجن بتاع السائح انه يروح المكان ده ولا لا. فإت إز فيري امبورتنت ان انت تو كيب تراك من كل حاجه، وانك تعرف انت فين من الكومبيتيشن. وفي زمن كورونا طبعا لازم تبقى updating ال COVID-19 precautions، انت بتعمل ايه ما بتعملش ايه عشان تطمن السائح او الزبون اللي بيحجز انه المكان اللي جاي ده انت رايح على مكان امن. سوري كريم، عندي سؤال تاني. يعني بالنسبة للريفيوز عادة الناس بتتكلم على السعر، الخدمة، الهوسبيتاليتي، كل الحاجات اللي ليها علاقة بالفندقة في المجمل، انما دلوقتي مع الكوفيد انت حاسس فعلا انه الريفيوز اللي ليها علاقه بالبريكوشنز فعلا بتاثر على قرار السائح لو يختار الاوتيل ده او لا؟ طبعا طبعا، لان السائح لو جه راح فندق او راح قاعد في مكان ولقى انه مش مطبق المعايير، ان الناس مش مطبقه الريجوليشنز اللي متطبقه في الحكومه فرضها علينا، مش هيجي تاني. واللي حيقول الكلام ده هيقول لك لا انا ما روحش المكان ده، انه بالعكس العكس صحيح. لو انا بقرا ان ريفيو ان السائح جه وانبسط وشاف ان كل حاجه تمام وكده، هيشجع ناس تانية انها تيجي وتحجز. اوكي، كريم حرازي تقول لنا ايه على موضوع الوسطاء؟ بص، مش هقدر ازود كلام كتير عن اللي قاله حلمي كويس، لكن هي طبعا الاو تي ايز هي منصات مهمة جدا بالنسبة لنا احنا في شغلنا، والذون هي they're having very high percentage of commission كويس، لكن هم طبعا لا شيء عنهم دلوقتي، وهو ده اللي جاي بعد كده. يعني الفترة اللي جاية ما بعد COVID ما بعد COVID I think ان travel agencies هتبتدي شغلها يتقلص شوية، وهيبتدي او توه اوبريتور اكتر، ويبتدي الشغل كله هيبقى على طريق الاونلاين، يعني كلها هتبقى اونلاين. كريفيوز، الريفيوز طبعا مهمه جدا، وبرضه طالما احنا هنا بنقول نصايح للناس، تملي لما تيجي تخش اوتيل او تيجي تخش تبص على ريفيو على اوتيل،
بص على الفيوهات اللي من اول ريتنج 4 لغايه 2، سيبك من الناس اللي مديه 1 اللي هي ده اوحش حاجه، والناس اللي مديه 5 اللي هي احسن حاجه. كويس، ان انا تملي، انا عندي قناعه شخصيه ككاتب الحرازي ان اللي مدي 1 ده حصل له حاجه شخصيه جوه اللقان ده، فهو يعني بياخد بطاعه من اللي حصل بالظبط، حاجه ملهاش علاقه بالاوتيل، حاجه علاقه حاجه شخصيه حصلت له هو، فهيز كانونايزنج ذا هوتيل بان هو يديله 1 فيه. الخمسه بيبقى في ناس كتير قوي وكريم حي معايا في الكلام ده، وكل الناس اللي شغاله وحازم انسوان بيبقوا عارفين ان انا عندي واحد صاحبي جاي الاوتيل والنبي اديني 5 انسوان، فما هياش دي اكيوريت 100%. كويس، لكن لو انا عايز اعرف الاوتيل ده فعلا هاو از هي بيرفورمينج، فانا تملي ببص على الناس اللي مديه 4 3 2، ده بيبقى more or less accurate decision أو accurate opinion بالنسبة للكلاينت للأوتيل ده. Thank you so much. نشوف تطول عليكم أكثر من كده. مرسي كريم. حازم إسلام، رأيك إيه والجماعة دول عملوا إيه معاك؟ أثروا إزاي مبيعات الطيران؟ بص يا رامي، زي ما كريم حرازي كان لسه بيقول، بقى امر مفروض منه، هم وجودهم موجود وبيزيد، والنيو جينيريشنز بالذات كلهم بقى انترنت سكيلز اكتر مننا احنا كاولد جينيريشنز، والناس الكبار بيحبوا يخشوا ويحجزوا بنفسهم وكده. المشكله الوحيده في حته الطيران او الفرق ما بين حته الطيران وحته الفنادق، ان انا بس I need to highlight عليها، ان حته الاو تي اي دولت وجودهم مهم جدا وضروري جدا وسهل جدا في الاماكن الفلكسبل، في الناشوناليتيز الفلكسبل. بالنسبه لي انا كطيران، انا عندي مشكله ان لو حد دخل فور اكزامبل، يعني مثلا حد مصري دخل عايز يقول انا على اي اونلاين بوكينج انجنز وقال انا عايز ارخص تذكره توديني نيويورك، هو الاونلاين بوكينج انجن ما بيعرفش ان ده مصري وجنسية مصري وفي restrictions عليه، فممكن يطلع له التذكرة بتو ستوبس في يوروب. ما ينفعش حد مصري يطلع تو ترانزيت في يوروب، تو ترانزيت في يوروب لازم يكون معاه تأشيرة شنجن، فهو بيبقى فرحان بالسعر ومبسوط وقال أنا السعر ده أنا واخده، شركة السياحة ما عرفتش تجيب لي السعر ده، أنا خدت سعر أونلاين وتشطرت وبقيت أشطر منهم وبقيت إكسبرس في الموضوع، ويروح مطلع يحط كريدت كارد وتيك، يروح مطلع التذكرة. وانس إن التذكرة طلعت خلاص، يعني اونلاين از اونلاين، يجي يسال بعد كده انا دلوقتي اخذت الروت ده، ايه رايكم يا جماعه؟ لا ما ينفعش، عشان انت باسبورك مصري ما ينفعش تعمل تو ستوبس، او ما ينفعش تعمل اوفر نايت، او ما ينفعش تعمل عن طريق بلد معينه عشان انت باسبورك مصري، فيو هاف تو ري روت اجين. كلمه يو هاف تو ري روت اجين ديت احنا دخلنا في ريستريكشنز، وطبعا ما ادراك ما ريستريكشنز بتاعت الطيران، البينالتيز قد ايه في الريشيو او البينالتي قد ايه في الريفاند، وممكن تذاكر تكون نون ريفاندبل، لازم يرجع للشركة، والشركة الطيران عادة ما بتعملوش حاجة. فالفكرة في الأونلاين الـ OTA دولت، يعني وجودهم مهم جدا في الأماكن أو في الناشناليتيز الفلكسبل، حد أمريكي عايز يسافر أي حتة، حد أوروبي عايز يسافر أي حتة، سهل إن هو يخش أونلاين ويحجز بنفسه من غير ما يروح شركة السياحة. عشان كده شركات السياحة في أوروبا أو في أمريكا ما بتشتغلش زي عندنا في مصر، اللي هي حجوزات تذاكر الطيران اهم حاجه عندها، بيشتغلوا حاجات تانية، بيشتغلوا از تور اوبريتورز، بيشتغلوا حاجات لاجر، حاجات باكجز، مش عارف ايه كده. انما احنا شركات السياحه عندنا في مصر مختلفه شويه، طبيعه شغلها مختلف، الاساسي عندها هي التيكتنج، عشان هم عارفين كويس قوي ايه الترافل ريستريكشنز اللي تنفع واللي ما تنفعش مع العميل اللي قدامهم. اوكي، ميرسي جدا يا حازم. احمد الشال، ميكروفون معاك. احمد الجندي، في اسئله تحب توجهها لاي حد من الضيوف؟ عندنا سؤال لحد، اختار سؤال لحد. صوت. مساء الخير عليكم. كنت عايز اسال بير، انت يمكن اكتر واحد حاسه اتاثر في الفتره اللي فاتت كإندستري أو كطبيعة شغل بظروف الكورونا،
الفترة الجاية في احتمال ان الأزمة تطول او تبتدي ويف جديدة، اكيد عامل استراتيجيك بلانينج او عامل خطط معينة contingency plan لو حصل تاني شات داون complete شات داون ان هندل القصة بطريقة اخرى more mature more experienced؟ بص سريعا، هو يعني على مستوى الشخصي كشركتي يمكن احنا اتعلمنا الدرس في الفتره اللي فاتت من موضوع المخزون. كنا دايما بيبقى عندنا مخزون استراتيجي زياده جدا على اساس ان احنا بنبقى مغطيين نفسنا لو السوق حصل فيه اي دروب في اي منتج، بنبقى عندنا على الاقل يمكن 3 شهور قدام، وفي بعض الحاجات زي السمك ممكن نبقى مخزنين 6-7 شهور قدام يعني. فطبعا ده كان يمكن مشكلة احنا واجهتنا، فالحمد لله يمكن تغلبنا عليها الفترة اللي فاتت اثناء الكورونا عشان كان عندنا التيكاوي والدليفري كان شغال كويس، فيمكن احنا نزلنا بأرصدتنا واكتشفنا ان ده كان طبقا للأول مرة كلنا نعدي بالموضوع ده، ده كان خطأ يعتبر ان المخزون مش لازم يزيد بهذا الشكل يعني. ويمكن ده خلانا ناخد بالنا في تعاقدات كمان مع السبلايرز ان احنا في فرصة ان احنا نقدر نرجع حاجة لو في كميات كبيرة بناخدها لو حصل حاجة زي اللي حصل في شهر 3 وقفلنا بالكامل يعني. لكن اللي احنا هنعمله لو موضوع استمر كده هو كوست ريدكشن، ده اي شركة بتعمله، تقليل عدد ساعات العمل عشان نقدر نقلل من اليوتيليتيز من كهرباء ومياه واستهلاكات، ونقدر ما يبقاش علينا لود كبير قوي لانه ما عندناش حل تاني، لان لو قفلنا اعتقد ان الصناعة دي هتنهار، وان قصه الغلق ده زي اللي حصل دي قصه ما لقتش نجاح مظبوط، وبالتالي احنا كقطاع بنخدم كل الناس، كل اللي حوالينا بيتاثر، والملاءه الماليه بتاعه الناس كلها بتتاثر، والظروف الاقتصاديه كلها مرتبطه ببعضها يعني. فمفيش قطاع السياحه لو وقف اللي مقاولات مش هتشتغل يعني، مش هي دي. ده بالنسبه للشركه عندي، يمكن انا عامل سكيدول، ويمكن الفتره اللي فاتت عندي مشكله في العماله، فمحضرين نفسنا ان احنا هنشتغل ازاي على السبستيتيوت الناس ازاي، دي نقطة. لكن على يعني على مستوى بقية المنشآت يمكن دي احنا طلبناها من اسبوعين لمعالي الوزير، وقلنا له طلباتنا لو لا قدر الله الموضوع استمر او زاد عن كده، ان لازم الحكومة تبقى واخدة بالها شوية من موضوع ان القطاع ده محتاج فند، محتاج قروض بفترة سماح طويلة ما تقلش عن سنة، قروض ميسرة زي ما يقولوا قرض حسن، يبقى من غير فوائد أو بحد أقصى 4%، ما تعملش ريستريكشن وتقول إن القرض لازم أخده عشان أديه مرتبات للناس، زي ما نزل في أول المبادرات اللي حصلت قال لك هندي 85% من القرض لمرتبات الموظفين، فمحدش فينا راح، لأن أنت كده يعني زودت الأعباء علينا. موضوع المرافق، إن لازم القطاع السياحة نوقف تحصيل المرافق، نأجلها، مش لازم يعني نلغيها، على الأقل نوقف التحصيل في الفترة على الأقل 3-6 شهور الجايين. مش معقول إن إحنا بنزود الرسوم على القطاع بتاعنا، لأن كده قطاع بينهار وبيموت، فأنت محتاج إن أنت تسيرفايف. فعشان كده إحنا طلبنا إن يبقى في مبادرة واضحة من البنك المركزي بقروض ميسرة في السداد مع فترة سماح طويلة بفايدة قليلة، هو ده الحل الوحيد اللي يقدر يخلينا نحافظ على الكيان وعلى ان القطاع يستمر في المنشآت السياحية، والأهم من كده ان العامل ما يلاقي له مكان، لان برضه مش من مصلحة الدولة ان الموظف ده يقعد في الشارع يعني، احنا برضه شايلين هم، بس لغاية فين؟ احنا برضه زي ما انا قلت في اول الحديث، تقفيل السنة ده لو الدنيا ما مشيتش هيبقى في مشكلة كبيرة، ان احنا قطاع العمالة عندنا عالي جدا في المطاعم، ومش هنقدر نستحملهم اكتر من كده كتير يعني. يعني وي هوب ان الدنيا تبقى احسن من كده يعني. مينلي كاتينج كوست، تقليل مخزون، تخفيف حركه، ولوكينج لسبورت او دعم حكومي نوعا ما. طبعا طبعا. وانيشيتيفز حكوميه ان هي تقلل لازم الكوست وتزود الفاينانسينج. بالظبط بالظبط. ميرسي برج. احمد بعد اذنك انا حابب اسال نفس السؤال لمهندس عمرو ابو السعود، لان هو برضه كان من الواضح ان هو من اكتر الناس اللي تاثروا او حسوا بالكورونا وبالإفكت بتاع الكورونا على التايب اوف بزنس بتاعه. المايك. الله يخليك يا ابو حميد. والله هو طبعا برضو اتفق مع بيرج في
انه نحاول نعمل الكاتنج للكوست، بس هو بيزيد عندنا شويه موضوع تطوير منطقه المنتزه، فمؤثر علينا برضو جنب موضوع الكورونا، انه يعني هي غالبا هتفضل مفتوحه للجمهور، ولكن كل يعني او اغلب المنشآت هتخش في مرحله تطوير، فبالتالي في فتره انتقاليه ومش معروف قوي الاستمراريه هتكون باي شكل. فطبعا الفتره اللي جايه بمر بازمه كورونا مع ازمه الوضع هو ان شاء الله تبقى شكلها ان شاء الله يبقى مشروع باذن الله اضافه لاسكندريه ورجوع لمنطقه المنتزه بشكل ان شاء الله يكون فعلا جميل باذن الله. هل بانجو اوتلاينز بروميسينج يا عمر؟ معلش يا محمد. نعم، هل بان اوتلاينز بروميسينج للمشروع ده او فكر دايركتد؟ هو طبعا المشروع لما اتعمل يعني كانت الدوله اسندت ان الجنرال بلان والكونسبت بتاع المشاريع او الكونسبت جنرال كونسبت بتاع المشروع التطوير ككل للمنطقه ككل بطبيعه المشاريع اللي تنشأ جواها بما لا يغير من الطابع بتاعها والتاريخ. فكان مكتب فرنساوي الحقيقه متخصص جدا وعمل فعلا رسومات كويسه جدا وعمل الكونسبت كويس قوي، بس المرحله بتاعه التصميم وبعدين اتنقل الموضوع لانه اللي هيكمل الرسومات التنفيذيه والتنفيذ نفسه المكاتب الاستشاريه، بس مكاتب كبيره جدا طبعا مصريه. فنامل ان شاء الله انه الامور كلها تمشي في المسار الصحيح ان شاء الله. يعني الواحد متفائل باذن الله انه تطلع حاجه كويسه يا رب ان شاء الله. عندك اختيار تاني غير انك تكون متفائل؟ ان شاء الله كلنا متفائلين ان شاء الله. لازم باذن الله. ميرسي يا عم. اتفضل رامي تقفل لنا الندوه ونشكر الناس علشان وقتهم وان شاء الله تبقى جدا. انا يعني سعيد جدا باللقاء ده، واسف لو انا طولت في الجزء الاولاني ويمكن ضيعت الفرصه على بعض الناس انها تسال اسئله كتير، لكن احب اشكر جدا 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 عمرو ابو سعود، بارج توماسيان، حازم اسلام، كريم حرازي، كريم حلمي، عايز اشكر احمد الجندي، وليد المنيسي، والحقيقه اكتر واحد عايز اشكره دكتور احمد الشال اللي سمح لنا ان احنا نقعد القعده الجميله دي مع النخبه من الخريجين النابغين والناجحين في مجال السياحه، ونستفيد منهم ونحاورهم ونعكسهم. واحب يعني اتمنى لهم ان الفتره اللي جايه في مجال السياحه تكون فتره رحيمه وتكون افضل من الفتره السابقه، واتمنى انه موضوع الكوفيد ده يعني ينتهي او نتعود عليه بطريقه ايجابيه تفيد المنشآت بتاعتنا وتفيد بلدنا وتفيدنا كافراد بنستفيد من خدمه السياحه، ويرجع النشاط السياحي ده فعلا يضخ خير في الاقتصاد الوطني المصري. باسم الأميكال بشكركم جدا، وحسيب لأحمد الشال الإغلاق بتاع الويبينار، ومرسي جدا لحضراتكم، ألف ألف شكر، وبشكر كل الناس اللي حضرت وتابعتنا، وأتمنى تكون استفادت بالويبينار ده. مرسي لحضراتكم، ألف شكر. مرة شكري لحضراتكم جزيلا واحد واحد، وبكن لكم كل تقدير واحترام، وشكرا على تواجدكم معنا، وان شاء الله تتواجدوا في حاجات تانية اكتر واكتر ونستفيد من خبراتكم، وبنعتذر ان احنا طولنا عليكم، ويا رب نكون ندوة موفقة للجميع، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله نتقابل دائما على خير فيزيكال المرة اللي جاية. اصبحوا على خير. باي باي. باي باي.